صباح النسمات الجميلة لقلوبكم، صباح الرضا السكينة والطمأنينة، صباح الدعوة الصادقة في ظهر الغيب. اللهم اجعل صباحنا هذا نقيا من كدر الدنيا، صباح السعادة ورحة البال. نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. والله الذي لا الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت، حسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم. يا الله الواجد الباجد الواحد الأحد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعال البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصمود المحيط. لا يمر يوم دون أن تتناول وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قصصا للتحرش، سواء كان اللفظي أم الجسدي. اليوم لم يستثني أحدا، سيدات ناضجات، فتيات صغيرات، منقبة، متحجبة، أو حتى من ترتدي لباسا محتشما وغير ذلك، بل لتكتمل المأساة بالتحرش حتى بالأطفال. وهذا يشير أننا أمام أزمة ثقافية مجتمعية مكتملة الأركان، وليست مجرد ظاهرة تظهر هنا وهناك. ركن الدين المعاملة بعد الفاصل. إذا أستاذ كمال تواتي حاضر معنا هذه الصبيحة، صباح الخير أستاذ. صباح الأنوار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حالك؟ اللهم لك الحمد، نسأل الله عز وجل الخير لبلدنا ولوطننا ولجميع العالم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله لقاح مبارك يا رب. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، هذا ما لن نتمنى يا رب إن شاء الله. يا رب. إذا أستاذ كمال تواتي، أنا بديت المقدمة ديالي وعرف المشاهد الكريم أنه موضوعك لنهار اليوم رح يكون حول ظاهرة التحرش، وإحنا كلنا نعرف أن ظاهرة التحرش هي ظاهرة ليست حديثة في مجتمعنا. أنني نقول ظاهرة إلى أنه استفحلت وكثرت، يعني يوم بعد يوم، حتى اليوم ولينا بدلنا كلمة ظاهرة رجعناها جريمة.
صح. وهذا بالرغم أنه مجتمعنا إحنا مجتمع مسلم محافظ يدعو لاحترام الغير، للرقي، لعدم الانحطاط، لكن اليوم رانا نعيش عكس ذلك. جميل. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، نحييكم التحية المباركة لكم جميعا في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاوتنا وخواتاتنا. قبل ما نبدأ الموضوع، ارتاح مليح، ما راحش نتكلموا على طفلة ولا مرأة، هتكلموا على أمك، أختك، زوجتك، بنتك، عمتك، خالتك. نتكلم مع الرجل، نتكلم أيضا مع الأنثى، وهذا واجب. المعروف في الشريعة الإسلامية أن الأعراض محفوظة ومحمية من رب العالمين، وفي كل شرائع ومن يتعدى على الأعراض عقوبته في الدنيا وفي الآخرة إذا لم يتب. أمر آخر، ربنا عز وجل وضع كل الحواجز التي تمنع من الوصول إلى ما لا يحمد عقبه، ولهذا نهى عن الإمعان والتتبع والتنصت وإظهار بعض الأمور التي تجعل الآخر يشعر بأنه يتحرش به. والله تعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ما هو التحرش؟ تحرش في اللفظ العربي بهذه الكلمة تحرش أو التحرش غير موجود كمصطلح نقصد به الإيذاء الآخر بكلام أو حركة أو رسالة أو رقم هاتفي أو رسالة إلكترونية أو معنوي أو بالمنع من الشيء، قد يعتبر منع من الشيء تحرشا. لكن سنجد حرشة وحرشة وحرشة وحارشة في القاموس المعاجم، خاصة المعاجم العصرية الحديثة التي تشير بأنه قالك حرش الدابة أي حركها، حرش فلانا على جلده أو على ظهره بمعنى مسكه أو أراد منه شيء، يعني أراد أن يوقفه أو غير ذلك. المعنى العام للتحرش هو استفزاز الغير من أجل إيهامه بشيء أو إسقاطه في شبكة معينة أو من أجل تلبية رغبة نفسية مرضية. نبدأ على بركة الله. نعرف هذاك الشاب اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له يا رسول الله أعطيني رخصة، ما قدرتش نصبر، أعطيني رخصة باش نفعل المنكر. الصحابة كامل تقلقوا، كل واحد حب يرفد عصا ويضرب ولا يقيم عليه الحد، ما يحشمش هذا في أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له هذه الكلمة. وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أدنه، فلما دنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره. شوف الحبيب المصطفى، هذاك الكلام الجارح نتاعنا فاسق، فاسقة ما يسواش، هذاك ما يحشمش. شوف حبيب الله، ثم ربي يبعثه، يا سبحان الله، وصل للسماوات السبع إلى سدرة المنتهى. شوف الأدب في تعليم الناس والأخلاق، مع أنه قال له كلام شوية محرج. قالوا أترضاه لأمك؟ لا يا رسول الله، ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله، ولا الناس يرضونه لأخواتهم. وهكذا ذكر له العم والخالة، العمة والخالة والبنت والأخت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم طهر قلبه. يا جماعة، طهر ابدأ بالقلب. قال: وحصن فرجه. لما قال طهر قلبه يعني كاين مشكلة في القلب، ولهذا الله تعالى وصف حركات المرأة إذا كانت تقصد بها تأثير على الرجل يعتبر هذا حرام، آثمة إذا كانت تقصد. الرجل الذي شعر وأراد أن يتتبع هذا مرض أيضا، خاصة إذا كان يريد ذلك، يريد أن يسمع، يريد أن ينتبه، يريد أن يمعن في ذلك الشيء. قال: ولا يضربنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. معناته كاين مرض يمكن أن يكون، وهذا المرض إما أن يكون خفيفا في بدايته وإما أن يكون مغرقا فيه، وممكن يتبعه حتى يولي في عمره أكثر من 60 سنة 70 سنة ومريض بنفس المرض، وربما تجده يفعل هذه الأشياء. التحرش عموما يدخل في الفحشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحشة البذيء. احنا مظاهر التحرش كثيرة، الآن لازم نفرق ما بين الإغراء والتحرش. الإغراء قد يكون بقصد أو بغير قصد، لكن التحرش دائما يكون بقصد. الإغراء يمكن أن يكون
الشخص أو نقصد المرأة مثلا ذات شكل معين ولا هيئة معينة، وكما ذكرتي الآن الأخضر واليابس كامل معنيين بالأمر للأسف، إذا كان يقول الكلام ولا يقصد منه شيء لنفسه يقوله خلاص لسانه يجري قاعد في الحيط ويسنى غير المارة والمارات، وأحيانا مع يمها مع أخواتها مع مهما يكون، المهم يقول. هذا مريض جدا، هذا مريض لا يجب أن يعالج، هذا مرض نفسي خطير ومرض قلبي قد يؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة إذا كان يقدر أو لا يقدر على فعل شيء معين. هذا الإيذاء الذي يوصله الشخص إلى الفتاة وخاصة إذا كان لفظيا، هل تعلم أخي الشاب أيها الجميل وإحنا نحب بعضنا، على بالك شحال من وحدة والله ما ترقد في الليل والله ما تأكل، وممكن صرا لها صدمة من اللي سمعت هذه الكلمة، صدمة طول الحياة، ممكن ترفض الزواج، يمكن تولي تشوف أي راجل تفر، وتقول خاصة اللي عندهم الفوبيا هذا وعندهم خوف شديد. هل تعلم بأنك لما تحرج امرأة، وأنا كنت أتحدث عن بعض يعني أخوات مع بناتهم، المرأة تسمع ناس يقولوا كلام لبناتهن، يعني أنا أقول أي خلق وأي دين وأي ضمير، حتى ضمير بينك وبين نفسك، ما فكرش بأن الطرف الآخر، ما تقوليش الطرف الآخر هو أحب، وما تقوليش لأنها لبست كذا، وما تقولش أي كلام. لنفترض أنك راك عايش في أوروبا، راك نروحك في جزيرة ما كانش فيها قاع الإسلام، يتسمى تقول على جالهم اللي درت ماشي أنا، ودي كثير من الشباب يقول لك لا لأنهم هما دايرين كذا. ما عليناش، معليش، كل واحد يتحاسب بينه وبين الله، لكن حرك ما راح تحاسب مش غير بينك وبين الله، تحاسب على أعراض ناس أذيتها، خلاص الكلمة خرجت، ولا الخزرة ولا التتبع المؤذي ولا الكلمات، حتى لو كانت كلمات للأسف نقولوها في بعض الأحيان كلمة مدح، إما حركات أو همسات أو كلمات مدح للطرف الآخر، على بالك الفتاة في البداية ربما تتأثر، بعد ثانية يعني تغضب، وبعد كاين صنفين ممكن أنها تتحدى وممكن تقول كاش كلام وتدافع على نفسها على أساس باش ما تخليش كلمات تدخل داخل الذهن تاعنا وتأثرها، يقول لك باش نحبسوا ونوقفوا عند حدو ما يزيدش يواصل، لكن كاين اللي ما تقدرش دير هذا الشيء، يقول لك أنا كان نفتح الباب يزيد يكثر، ما لازم نسكت حتى يكره، ما مفهوم هذا. ولهذا احنا قبل ما نتوجهوا للطرف المتضرر نروحوا الذي يلحق الضرر بالآخرين. الحق الأذى يدخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أنت مكلف بأن تغض بصرك، وإلا لا تجلس في الطرقات، وإلا إذا وجدت شيئا وأنت قادر وعندك حكمة ووجدت منكرا معينا فانهى عن المنكر، لكن انهى عن المنكر في حدود ما سمح لك به الشرع، لا تتدخل في مصالح الآخرين ولا في عادات وتقاليد الآخرين في أي بلد كنت. يعني المأمور بالنهي عن المنكر ينبغي أن يكون يعني صاحب حكمة. بعيدا عن هذا وذاك، نحن نقول هذا التحرش الذي نشهده الآن بمختلف أصنافه صراحة راه يتفشى أكثر وأكثر. أكيد. الآن الوازع الديني ينقص، الحياء بداية روح، الإباحية منتشرة، صعوبة الزواج مع تعقيده عمدا من بين الأسباب، وهذا ليس بمبرر، هذا من الأسباب لكنها غير مبررة على الإطلاق، وأيضا سهولة الوصول إلى الحرام دون أي نفقة، زائد أشياء كثيرة أخرى اللي هي تواطؤ المجتمع على عدم التناهي عن المنكر، وربما يشوف مظاهر تحرش يجوز ويجي رايح. يا أخي هذه بنتك أختك يعني هي فضل. صح يزيد فضلك أستاذ، كراك تتكلم هكذا وتقول على اللي احنا نقولوا عليهم أسباب ليؤدوا لهذا الظاهرة ولا هذا الجريمة، لكن المشكلة الآن أنه إحنا كي نقولوا التحرش نخموا دائما في هذاك الشاب، لكن اليوم ما راهمش غير شباب، تلقى أنهم يعني في سن والله العظيم يعني الله يبارك ما شاء الله راهم في سن أبائنا ولا أجدادنا ولا حتى ويقوموا بهذا العمل، يعني ما راحنش نتهموا غير هذاك الشاب صغير اللي يقولوا بالك إحنا بالعامين نقول لك على قد عقله. جميل، إحنا الغالبية شباب باش نكونوا صراحة، وانا كنت ذكرت لك قبل قليل قلت لك حتى 70 سنة ويمكن ان يقع في هذا. هذاك تاع 70 سنة باش وصل ما تابش كي كان شاب، يعني هذه نصيحة نحن للشباب، يعني قبل ما توصل تولي كيما هذاك الانسان اللي ولات عادة فيه، وماشي غير فقط قد يتناول الفتيات، متزوجة مطلقة ممكن صح. حتى اطفال كما ذكرت وان كان ماهوش موضوعنا، يعني انا نقول من بين ان اخطر انواع الامراض
أنا يجيني واحد ويحكي لي قال لي ما نقدرش نصبر، حاولت وقل له أنت يا الحل بتاعك واحد، ما يقدرش يصبر أنه يتكلم لأن هو ألفها يولي يدخل في اللاشعور لازم يتكلم والغرض من ذلك موش باش تجي عنده ولا تستجبل طبيعة وخلاص طبيعة وخلاص هو يتكلم هكذا. وإذا ذوق إحنا أولادنا إذا كان 9 سنين 10 سنين يشوفك أنت 14 15 16 وأكثر من 30 لو فوق 40 حتى 50 يشوفك تدير هذا الشيء يشوف بلي هذا حاجة عادية عادي، لازم تظهر بأنك رجل بأنك تستطيع أن تعبر في مواضيع معينة بأنك أنت بالغت سنا معينا. وهذه نحن لا ننظر إلى الآثار الإسلامية آثار الدينية على القلب وعلى الروح وعلى الدين اللي هي الحسنات، لأن هذه تأخذ من الحسنات وأيضا يدخل فيه الإيذاء إيذاء الطرف الآخر. الشيء الذي نريد أن نقوله أن هذا التحرش الآن أخذ أشكال كثيرة، أشكال كثيرة من بينها التحرش في الأسواق في الطرقات وحتى في العمل في أماكن العمل. وتحرش مش شرط يا جماعة لازم يلوح كلمة ولا يدير إشارة باش نظرة تقدر تكون تحرش، منع من مثلا في بعض المؤسسات مثلا والمعامل كينسى مرة شادة في شرف تاعها ما كاين حتى واحد يقدر يحركها، فممكن أن تتلقى تحرشا من طرف رب العمل أو بعض المسؤولين حاشا تكلموش خاوتنا كاين ناس شرفاء ما شاء الله، بصح كاين اللي يجيبها موراها يمنحها من حقوق ممنوع الترقية يكثر عليها الخدمة مساومة هذه هي ويمنحها من حقوق باينة وهي راهو يوصل لها في المعاني، هذا تحرش خويا ماشي حتى انت تهضر ولا تتكلم ولا يجيبوا عليك دليل ميساج في تليفون ولا هذا تحرش، لا ربي هو اللي يعلم واش كاين في القلب. صح. اذا كنت تقصد من هذا لانها كانت شريفة وكانت عفيفة ها كي تتزوج يكون عندك بنات تبدا تحوسها بناتي بالك هو دعوة ماهيش مليحة بالك يديروا لكم هكذا تسمعوا لهم كذا بالك يفعلوا كذا. لماذا عندنا الأنانية؟ الرجل الجزائري وجميع الرجال لما يكون في هذا الموضوع غير يخمم في الأسرة تاعو جهة الفطنة خدشه هو على بالوش دار شوف يتحرش عدة مرات آلاف المرات غير يجي راح يتزوج يستعقل يقول يحوس على وراه العاقلة وراه اللي لبس بها وراه اللي ما ديرش كذا وكذا وراه اللي تحشم وكذا، فهمتيني لماذا هذا التناقض؟ مع أن المظاهر هذيك اللي تبان لك أنت بأنها هي التقوى بذاتها قد تكون مخطئا فيها صح وتصطدم بأشياء غرتنا احنا غرتنا في حياتي يعني شفنا بزاف اشياء غرتنا المظاهر خدعتنا المظاهر بالاحرى صح موش دائما الذي تراه ذاك هو الصواب، لكن مع ذلك الشريعه الاسلاميه امرت بحفظ الاعراض بالحياء بعدم التاثير على الاخرين باي وسيله كانت سواء كان استفزاز من طرف رجل او من طرف امراه. سؤال قد يطرح هل يمكن ان تتحرش المراه؟ صح كنت حنسقسيك هذا هو السؤال هي صح كاينه هذا هو الشيء اللي كاينه مالنتي اللي تجاوبي لا انا قلت كاينه لانه باش الرجال اللي راهم يشوفوا فينا ولا الشباب اللي يشوفوا فينا ما يتهموناش يقول لك بلي احنا ننحازوا لانه كاين في نساء وهما يتحرشوا. شكرا لك على هذا التنبيه الجميل جدا. صحيح هو موجود درجه المراه اخف، المراه لا تستعمل ما يستعمله الرجل يمكن للمراه ان تغري تقوم ببعض الحركات والأفعال والأقوال والتعبيرات التي تدل على الإغواء إذا كانت بنية الإغواء، يمكن أن تقول كلاما أو تفعل شيئا لتظهر بأنها معجبة وخلوني ما تروحوش معايا بعيد كلمة معجبة قد تكون موافقة للشريعة الإسلامية. امرأة إذا أحبت رجلا وتمنته أن يكون زوجا مش أحبته الحب اللي راه في ذهننا احنا يا بعيد الإعجاب بالشخصية بالشرف بالشجاعة وهذه كانت معروفة من بكري مثل ما أعجبت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم عاقل آمين كذا وما إلى ذلك. نضعها في إطارها صحيح أرجوكم نضعها في إطارها صحيح، هذا لا يسمى إهاما ولا إغراء ولا تحرشا. المقصود بذلك إذا كانت المرأة يمكن المرأة تمرض مرض نفسي تولي يمرضها الناس يمرضها إلى درجة اللي هي تشعر بأنه إذا لم واسمحوا لي على الكلمة هذا الصنف شريحة إن شاء الله تكون قليلة أنه إذا لم تسمع تحرشا أو كلمة في الشارع تشك في روحها وتظن بأنها ربما هي ناقصة اليوم ما كانش ولا وش كاين كش ما بيا يعني. اسمحوا لي هذا سببه كثرة التحرش وكثرة سماع الكلمات المؤذية، لكن نحن نقول يا جماعة ويا إخواننا ويا شبابنا ويا حنا ويا كبار سن حنا كامل كمارنا هذا عرض وهذا شرف، هذه راهي بنت فلان وزوجة فلان أو أخت فلان هذه راهي اعتبرها كأنها أمك
ورسالتي المهمة لنعتبر جميع الإناث اللي راهم موجودين. شوف يا تخير مازال ما تزوجت، خيرها إما أن تكون زوجتك والباقي قاع يماك 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 قامل هذو أمهات باش تشعر بالراحة. تصور بأن ربي هذه أمانة في الأرض، ينبغي أن ندافع عن العرض وهي من مقاصد الشريعة الإسلامية. المقصد هذا ينبغي أن نراعيه درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة. إذا جلبت المصلحة فتزوج على بركة الله، وإلا فإياك أن تؤذي الآخرين. نعم يمكن أن يقع إنسان في الخطأ، وقد وقع لشاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل شيئا، فعل بل وصلت يده إلى امرأة ورح مباشرة اعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تنزل الآيات الكريمة في سورة النجم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمان. كأن الله عز وجل يقول لنا حذاري من الكبائر، حذاري أن تقعوا في كذا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا كذا. قال إلا اللمم، معناتها اللمم اللي هي الأخطاء الخفيفة. الله غفور رحيم، لكن غفور رحيم ليس معناه دير واش تحب، لأن الله غفور رحيم. هذا المشكلة تاعنا احنا، يبرر ما سيفعله مستقبلا بكلمة الله غفور رحيم. لا نقول نبرر، نقول أنني أحاول أن أطمئن نفسي فيما بيني وبين الله في الماضي مش في المستقبل. أقول فعلت كذا لك الحمد لله إن شاء الله يا ربي غفر، اللهم اغفر لي واجعلني ممن لا يقبلون على هذا الشيء مرة أخرى. رسالتي إلى الأولياء، يا أولياء نربي أولادنا وبناتنا على الحشمة، على الستر، على الكلمة الطيبة، على الإحسان، ما نخلوش الأطراف الأخرى توصل لنا ومع ذلك رح يوصلوا يوصلوا باش نكونوا يعني متفاهمين. مهما تربي أولادك وكما ذكرت أنت حتى لو كان متناقبة والله ما يخلوك. يعني نربي أولادنا وبناتنا كما تقول له بالك واحد يمسك في المكان الفلاني، بالك يديك بعيد، بالك يركبك في السيارة يقول لك أروح نعطيك حاجة، كما رانا نخافوا على أولادنا بهالطريقة نربوهم أيضا ماشي هما المتضررين. بالك أنت تدير كذا صح. بالك تتبلكش طفلة، اسمع ماشي مليح تدير كذا وكذا، يا وليدي حذاري. ونفس الشيء يا بنتي الجسم تاعك شريف وأنت أكرم شيء عند الله عز وجل، وأنت يا مقدسة، أنت يا جوهرة. لما تحس هي تتشبع بهذه المحبة داخل الأسرة والوالدين يحبوني، تولي تشوف بأن العاطفة اللي راهي متشبعة بها داخل الأسرة أكثر من أي كلمة تسمعها برا. تولي أي واحد يقول لها كلمة تشوفه ساقط، وش بيه هذا جايح، وش بيه يفعل هذا الشيء، وش بيه يطيح بروحه، كيفاش يقبل روحه هو بصفة ذكر أو رجل إن صح التعبير. صح. لكن إذا وصلنا أننا نتناسى ويتناسى المجتمع الأخلاق والأداب اللي تربينا عليها بكري نتاع يسعى لكل واحد يشت بلاستو يعرفوا الناس كيفاش تمشي ولقدر زيد زيد زيد. أنا رسالتي لجميع صنف الرجال مثلا، هيا نفترض رك في مكان معين، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. المشكلة لازم الراس تاعنا ما يوليش رادار متحرك. أنت شفت شيء معين، احمد الله إن كنت طيبا، احمد الله على نفسك وادعو الله عز وجل أن يسترك ويستر أولادك وبناتك. لكن ماشي انت راك تبع وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف شوف كيفاش دايرة، شوف انت راك أنت الآن أنت تعاقب نفسك بكثرة الذنوب وتتبع العورات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف أهله. رسالة أخيرة، شبابنا كبار السن كامل احنا كمارنا، أي واحد فينا يقدر يخطئ، لكن نعود إلى الله عز وجل ونعتبر أن هذا العرض شرف لنا، أخواتنا يعني الطيبات الكريمات الشريفات العفيفات، ربي إن شاء الله يحمينا ويحمي أسرنا ويبارك فينا ويجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك صحة أستاذ كمال تواتي، وإحنا بحاجة لتكاتف كل جهود أفراد المجتمع ومؤسساته التعليمية التربوية والدينية، الأجهزة الإعلامية، أجهزة الدولة التنفيذية التشريعية والقضائية، كلنا يد في اليد لمحاربة هذه الجريمة وليس تضحية. وإذا وصل إلى الشيء الملموس فهناك قوانين وهناك عقوبات وزواجر للسلطان والحاكم ما يراه من أجل الحد من هذه الظاهرة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ما نقولوش نسمعوا بهذا الجريمة، جريمة التحرش والاغتصاب. إن شاء الله كما قال الأستاذ كمال تواتي، كل شخص يشوف هذه الفتاة ولا هذه المرأة أخته يماه بنته عمته خالته ربما هكذا القلوب تتنقى يا رب. وتتطهر. آمين يا رب. إن شاء الله كنا نتهنوا. يا الله يبارك فيك. وفيك بركة أستاذ كمال تواتي، نتلقاو بك الأسبوع القادم. آمين. بحول الله بقوا معنا، فاصل ونعود. أنتم أم بعيدون، أسعد الله صباحكم بالخير والنور وعطاره بألوان الفرح و
السعادة. وصباح الخير اللي الغالي على برنامج صباح الخير يا جزائر، وشخصيا غالية كثير على قلبي، راي غير قريبة مني، راي على يميني، صبرية بوزيان. بعد الفاصل. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صباح الخير حبيبة، صباح سعادة إن شاء الله لك ولكل مشاهدينا الكرام. إذن بالنسبة لأحوال الطقس المنتظرة لنهار اليوم بحول الله، تبقى الوضعية الجوية مستقرة دائما، درجة الحرارة تبقى تفوق المعدل الفصلي، لكن مؤقتا رياح جنوبية غربية. مصلحة الأرصاد الجوية تنبه من هبوب رياح قوية نسبيا على كافة السواحل، يجب أخذ الحيطة والحذر. سينخفض الضغط الجوي خلال الساعات القادمة بحول الله، ليسمح بعبور اضطراب جوي خلال الليل، سيخص المناطق الوسطى والشرقية. في انتظار ذلك خلال صبيحة اليوم ستشهد السواحل الغربية سحب سفلى، ستبقى سحب كثيفة عابرة خلال الظهيرة بحول الله على السواحل الغربية الصفاء نحو المناطق الداخلية، أجواء مغشى جزئيا على المناطق الوسطى، على المناطق الشرقية أيضا وحتى بشمال الصحراء والواحات. خلال أواخر النهار ستتلبد السماء تدريجيا لتكون هناك أمطار خلال الليل بإذن الله. صفاء تام على مناطق الجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب مع تطاير للرمال محليا. فيما يخص الحرارة القصوى المنتظرة خلال ظهيرة اليوم، تبقى تفوق المعدل الفصلي مرتفعة، 25 درجة بالعاصمة، 26 درجة على مقياس بتلمسان، 24 بغليزان بتيزي وزو، تقريبا نفس المقياس ببجاية جيجل وعنابة، ما بين 20 إلى 22 درجة من البيض نحو خنشلة وقسنطينة، 27 درجة بشمال الصحراء، 26 درجة ببشار، بإناميناس، بإليزي، 28 درجة بالمنيعة وعين صالح، وترتفع إلى غاية 29 درجة بكل من برج برج المختار وعين قزام. فيما يخص البحر لنهار اليوم، سيبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب، هذا نحو سواحل الشرقية، لكن سيتحول إلى كثير الاضطراب ابتداء من الظهيرة على سواحل الوسطى والغربية. هنا سرعة الرياح ستشتد إلى غاية 70 كيلومتر في الساعة، الرياح ستكون قوية خاصة بعرض البحر، وتأتينا من غربية إلى جنوبية غربية. بالنسبة لبعض عواصم جنوب إفريقيا بإذن الله، أجواء مشمسة بأبوجا، تقريبا نفس الأجواء ببونغي، بأديس أبيبا، بنيروبي، بداكار شرقا، وتكون غائمة بأبيجان، مرفوقة بأمطار بكينشاسا، بلوزاكا، تكون غائمة بويندوك وحتى بأنتاناناريفو. فيما يخص الحرارة القصوى، تبقى معتدلة بأديس أبيبا وداكار ب 25 درجة، في حدود 28 درجة بنيروبي، تنخفض إلى 23 درجة بكاب تاون، ترتفع بكينشاسا لتقارب 31 درجة، وأخيرا على مقياس بأبوجا ب 38 درجة. نعود إلى أرض الوطن، على مستوى العاصمة بالتحديد وقت الغروب لنهار اليوم سيكون في حدود الساعة 6 مساء و 11 دقيقة. إذن أشكركم على حسن المتابعة، التذكير سيكون بعد قليل، والعودة إلى حبيبة في الخدمة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. شكرا لك زميلتنا صبرينا، كما قلت وعدتينا أن إطلالتك الثانية ستكون بعد قليل، وأكيد بعد القهوة ديالك، لأنه على بالي بلي هذا هو الموعد ديالها. بصحتك صبرينا سبقا، ولكل من التحق بنا الآونة نقول لكم صباح الخير عليكم. أنتم مع برنامج صباح الخير يا جزائر، اليوم مجموعة من الأركان والفقرات، عندكم موعد مع ركن الغذاء الصحي مع لبنى بدوي، موضوعها اليوم راح يكون حول الفيتامين دي والأمراض التي تتسبب في نقصه في الجسم كمرض هشاشة العظام، اللي هو موضوع ركن أمومة وطفولة مع حياة مقطوف وضيفها الكريم. تلقونا أيضا زميلنا ياسين وتخديجات في ركن تحويسة، اليوم يدينا إلى سطيف العالي وبالذات المدينة الأثرية مدينة جميلة، وغيرها من الأركان والمواضيع وضيوف البرنامج. هذا الأسبوع الأطفال رهم في عطلة، لذا نتمنوا لهم أيام مريحة وإن شاء الله يستمتعوا بها. وعزيز العامري خمم فيكم وتفكر الأطفال، وجبنا هذا الصبيحة مسرحية، مسرحية لونجا الخاصة بالأطفال واللي من إعداد جمعية فنون وشباب بالطبلات.
ارفع الستار يا عزيز العامري. حال هذا الصباح في مدينة تابلات لنلتقي أبناء جمعية شباب وفنون لهذه المدينة في عرضهم المسرحي لونجا. هذا العرض خاص بالأطفال لكن النص من التراث الشعبي الجزائري، حكاية لا نجدها إلا على ألسن الجدات. الفرجة والمتعة مضمونتان، لنشاهد. نحيي كل مشاهدي تلفزيون الجزائري ونرحب بكم في مدينة طابلات، المدينة العريقة الضاربة في التاريخ، ونتشرف بهذه المناسبة بحضور فعاليات المولود الجديد، ونبارك لأبو الفنون المسرح هذا المسرحية، هذه المولودة الجديدة مسرحية لونجا اللي هي ضاربة في التاريخ، أي هي إرث تاريخي وهي مخصصة للأطفال. الممثلة والراقصة حمانة رميسة، اليوم أدي الدور الرئيسي اللي هو دور لونجا، وأدي أول يعني لا بروميير فوا اللي ندخل للمسرح ونجرب تمثيل. كانت تجربة ملاحة وعجبتني، صعيبة شوية مي الحمد لله. معكم مراد مجرام، ممثل مسرحي خريج المعهد العالي للمهن فنون العرض والسمع البصري بورسكيفان. كنت تابعت اليوم معنا هنايا في مسرحية موجهة للأطفال، هي إنتاج جديد لجمعية شباب وفنون طابلات بعنوان لونجا من التراث الجزائري، وأنا كنت تقمصت فيها ثلاث أدوار، هي البداية بدور الساحر، وبعدها دور الإبن مقيدش، ثم نهاية دور الذئب. وإن شاء الله تكون مسرحية يعني مليحة للأطفال يستفادوا منها ونحيوا التراث تاعنا الجزائري. مواد الغزلان اللي يشربوا يتحول لغزال، وهيدا نعطيه المقيدش يشربوا يتحول لغزال ويروح للغابة، وهذيك لونجا تروح تحوس عليه في الغابة. الغابة وحوش فيها الديابة ياكلوهم ونتهنى منهم. ناصف زاهية ممثلة مسرحية، كان لي شرف أني نمثل دور زوجة الأب مع جمعية شباب وفنون الطابلات تحت إشراف المخرج محمد هلالي، والدور تاعي كان متمثل في دور زوجة الأب، الزوجة القاسية اللي مارست كل الشر على ابناء زوجتها. وهاد المسرحية كانت متورات تاعنا، متورات الجزائري، وإن شاء الله تنال إعجابكم وإعجاب الأطفال.
معكم الممثل درواوي عبد الملك، خريج جامعة المدية، ماستر دو إدارة وتي المؤسسات. تقمصت في هذا المسرحية دور الساحر ودور الأمير، اللي كنت عندي علاقة بلونجا يعني من بداية المسرحية حتى نهايتها. وهذه المسرحية فيها مسرح الطفل، كما نعرفوا مسرح الطفل راهو صعيب شوية في الأخر تاعو، مش سهل في التمثيل، لازم التحركات تاعك فوق خشبة المسرح لازم تكون هادفة، ما عندكش تحرك ماهوش مدروس، كل تحرك مدروس. معكم المخرج محمد هلالي، خريج المعهد العالي للمهن العرض والسمع البصري ببرج كيفان. العمل تاع اليوم قدمنا العمل تاع لونجا كان النص واخراج. النص كنا تناقشت انا والسينوغراف ايمان داوي، كنا تناقشنا عليه من قبل ودرنا له بناء الدرامي، حضرناه مليح. ومن بعد مراد مجرام رئيس جمعيه شباب وفنون هو اللي كان يعني مقترح انه نطلعوه عنده في الجمعيه تاعو. حبينا نرجعوا للتراث الجزائري، حبينا الاولاد الصغار تاعنا نظرا للتكنولوجيا وتطور التكنولوجيا والاولاد راهم دركا مشاو على التكنولوجيا هذه، وحبينا نعاودوا ردوهم الحكايات اللي كانوا يحكوها لنا جدادنا وجداتنا. حبينا الاولاد الصغار نعطوهم تاريخ الجزائر فيما يخص الحكايات الشعبيه اللي كانت تتمد في هذاك الوقت. معكم ايمان داوي، خريجه المدرسه العليا للفنون الجميله، تخصص تصميم وتهيئه. اليوم كما شفتوا في العمل تاعنا كسينوغراف مع جمعيه شباب وفنون تحت تاطير المخرج محمد هلالي، كان العرض تاعنا موجه للاطفال اللي حكينا فيه على مسرحيه لونجا من التراث الجزائري، وحبينا نقدموها بطريقه يعني تكون عصريه وتتماشى مع مسرح الطفل اليوم تاعنا اليوم هذا. دونك في الديكور كنا استعملنا ديكور موظف اللي يتغير من مشهد لمشهد، يمد لنا صوره جماليه ويكون معبر على النص اللي موجه للاطفال. ولازم بعد تدخليها كاين واحد الحارس جني، بصح انت بذكائك راح تتغلبي عليه. انا ما نقدرش نروح معاك، راح ممنوعه على الديابه. هيا روح يا لونجا. يعطيك الصحه يا روحي. سلامه ذكيه وشاطره. ان شاء الله تربح. احنا خلاص المسرحيه تاعنا. الى هنا ناتي الى نهايه ركن ارفع الستار، الى ان نلقاكم الاسبوع المقبل نقول لكم سلام. صح باش يشاركوا في هذه الحاجه. صح لبنى، صح يشاركوا. اذا يعطيك الصحه عزيز العامري على هذه المسرحيه، وعطله مريحه وموفقه لكل اطفالنا. كي قلنا لبنى عرفتوا انه ركن الغذاء الصحي. بعد الفاصل بقوا معنا. إذن لبنى بدوي حضرة معنا هذه الصبيحة. صباح الخير لبنى. صباح النور حبيبة، صباح الخير على قال المشاهدين تاعنا. شكرا لك، وعرفنا الرأي ديالك والمشاهد ديال الكريم عرف رأي لبنى في المسرحيات الموجهة للمسرح. المسرح ولا المسرحية الموجهة للطفل. وانت من المؤيدين؟ بين قوسين نأيد ونحب المسرح، خاطرش يخلي الانسان يدير حوايج ما يقدرش يديرهم كل يوم. صح، خاصه الطفل، سي بور سا كنت نشجع هاد النشاطات. صح، خاصه الطفل اللي يشارك في المسرحيه. وي نشجع بزاف تنميه. فوالا شكرا يعطيك الصحه. لبنى لبنى، موضوع نهار اليوم راح نتكلموا على الفيتامين دي، هذا الفيتامين اللي يعد من اهم الفيتامينات الموجوده واللي يحتاجها الجسم، والنقص ديالو يقدر يتسبب لعده امراض ومشاكل صحيه. نتعرفوا عليها اليوم.
تفضلي. دركا لا فيتامين دي فيتامين مهم جدا، لانه عنده علاقه بالكوليسترول، عنده علاقه بامتصاص الكالسيوم، عنده علاقه بالمناعه تاعنا، السيستم ايمونيتاري، يعاوننا باش يقوي الجهاز المناعي ديالنا خاصه في الجائحه اللي رانا فيها، يعاوننا على تقويه العظام تاعنا، تفادي الاصابات، يعاوننا على مقاومه التعب، يعاوننا على التركيز، ينمي لنا الذاكره تاعنا. وللاسف في الوقت اللي رانا فيه الاغذيه اللي رانا ناكلوها خاصه الانسان المعاصر اللي ياكل الاغذيه المصنعه ما تعطيلوش بما يكفي من الفيتامين دي، ما تعطيلوش الوحدات اللازمه والكميه اللازمه من الفيتامين دي. على هذا في بعض الاحيان نشوفوا الاطباء يوجهوا الى المكملات الغذائيه، راح نتكلموا عليها درك شويه ونوريو الناس اللي تستهلك ديجا لي كومبليمون اليمونتير تاع لا فيتامين دي كيفاش لازم تستهلكها الوقت وكلش، ونشوفوا ثاني المنفعه تاعها. درك بالنسبه للناس اللي تعاني من نقص فيتامين دي، اغلب هاد الناس نلقاوهم مرض، يعني عندهم لا مالادي دو كرون، لا مالادي دو سيلياك، كاين اللي عندهم لوندوميتريوز، لا كونسيون، لو ديابيت، هادو ما كامل يعانيو من نقص فيتامين دي. في الواقع ما يحسوش لانه ما جاش في باله يروح يدير لي زاناليز على فيتامين دي، الوغ كو لو كان يدير لي زاناليز راه يصيبها تحت ال 50، هنا راهو يسمى في النقص، لازم يكون 50 يعني سي فوق ال 50 سي اوبتيمال، فوالا يعني هي القيمه المناسبة واللي تكون مليحة، ما لازمش نحطو تحت 50. كذلك كاين الناس اللي عندهم لي مالادي اوتو ايمين كيما لاسكليروز اون بلاك، كيما لوندوميتريوز، كيما لو كونسير دو سان، بزاف امراض ينقصوا من الفيتامين دي، وهاد الناس هادوما هما اللي وجهوهم الاطباء باش يستهلكوا الفيتامين دي على شكل مكملات غذائيه. ننصحهم كي كونسوميو المكملات الغذائيه تاعهم ما يكونسوميوهاش اجان، يعني ماشي على الفراغ، لان الفيتامين دي باش تمتص في الجسم تاعنا لازمها تتوافق مع ماده دهنيه، هاد الماده الدهنيه وحنا كنا تكلمنا على انواع الدهون اللي لازمنا نكونسونطريو عليها، اللي هي الدهون الجيده والدهون الغنيه بالفيتامينات، كيما عندنا زيت الزيتون، عندنا لويل دو فوا دو مورو اللي هي زيت كبد الحوت، لا روسيت دو غرومير اللي كانوا يديروها كامل لي غرومير تاعنا مغرفه مع الصباح، سي تري امبورطون تكون غنيه بالفيتامين دي، وعباره دايوغ لا فيتامين دي كيخلقها الخالق تاعنا، كيخلقها خلقها توجور قدامها مادة دهنية، دونك نصيبوها في الحوت، نصيبوها في البيض، نصيبوها في بعض الأغذية، توجور نحاولوا نوافقوها مع الدهون، علاش؟ باسكو أون بريزونس دو غرا، إلي أكتيفي، لو بون غرا، يعني إلي أكتيفي، يعني تمتص فوالا تمتص ويسهل امتصاصها وتفعيلها من طرف الجسم تاعنا، ماهيش رايحة تروح في الفضلات، لأن كاين فرق بين لا فيتامين دي وحدها تدخل في الجسم تقدر تعاود تخرج وتطرحها على شكل فضلات. اما الفيتامين دي لازم كي تنتكل مصحوبه بلو غرا لو بون غرا، قلنا زيت الزيتون، قلنا الويل دو فوا دو مورو، كذلك مع الحوت تقدر مختلف الزيوت النباتيه، عندنا زيت اللوز كذلك، عندنا ما لازم زيوت ولا كانت دهون لازم دهون. وكي تكون وجبه غذائيه عاديه يعني نعم اي فيها دهون، في اكيد فيها دهون، ولكن حذاري قلنا على لو بون غرا، لازم يكون لو بون غرا. دركا بالنسبه للاغذيه اللي تحتوي على الفيتامين دي، ما كانش اغذيه تحتوي بكميه كبيره، ومشي كاع الاغذيه تعطي لنا الكميه اللازمه، على هذه لازم نكومبليتيو باش بالسمش. دوك نوريهم كيفاش يكومبليتيو بالسمش. قبل ما نروحوا للشمس، هذا برك سؤال، انت قلتي انه نتناولوا الفيتامين دي، هذا المكمل اللي كان مكمل غذائي مع لازم ترافقوا الدهون، كيفاش نتناولوا؟ تمن نبلع حبه ومن بعد تيك نشرب شويه زيت، ولا نشرب الزيت وبعد ممكن باغ اكزومبل الناس اللي تقدر تكلف لنفسها، ما نروحوش للدراهم بزاف، نقولوا شويه كاوكاو، هادو هما اللي ياخذوا لي كومبليمون اليمونتير، ياخذوا الحبات على فيتامين دي تاعهم بيان سور بعد استشاره الطبيب، ناكد على هذا الشيء. وعلاش راني نحكي على المكملات الغذائيه بالنسبه للفيتامين دي؟ انا ما نشجعش الناس تلجا مباشره الى المكملات الغذائيه، لا، الغذاء اولا والمكمل يكمل اذا كان ما كفاش يعطيك الغذاء. وفي الفيتامين دي درك المنظمه العالميه للصحه راهي تنصح باخذ المكملات الغذائيه بيان سور اللي تكون من النوعيه الجيده واللي يكون مصادق عليها من طرف الوماس لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي، باش تكونسومي هاد لا فيتامين دي اون كومبليمون اليمونتير، خاطرش التغذيه ما تعطيناش ما لا يلزم وشي يلزم.
دونك كي ياخذها لو سوجي كي ياخذ لا فيتامين دي تاعو ياخذها مع شويه كاكاو شويه مكسرات اللي يقدر يتمكن دي زافوكا اللي ما عندوش كامل شويه زيت زيتون مغرفه زيت زيتون وهذيك لو كومبريمي تاع لا فيتامين دي يا اما خطره في الاسبوع خطره في 3 ايام سا ديبون لو ميدسان تاعو واش يقول له صح توجور ننصح توجه للطبيب ديالك لي لو ميدسان تريتون تاعك باش ينصحك على لا فيتامين دي نعاودو نوليو للاغذيه اللي غنيه بالفيتامين دي عندنا الشوفان عندنا البيض عندنا السردين عندنا لي زونشوا نتوما اللي نحضروها يفو كناكلوها باسكو غنيه بالفيتامين دي حبيبه تقول لي ما نحبهاش فتحتيني عندنا كذلك المكسرات وكذلك ما ننساوش السمش التعرض الى اشعه هذه نحبها كلهم معلومات جديده لانه الدراسه غير كيما دارت السمش ماشي بالسيف يعني لا كاين 20% فقط من اشعه الشمس اللي تمتص من طرف البشره اما 80% اللي تمتص من العين تاعنا لا بيبي تاع العين تاعنا دونك ما سا فو با دير كو تحلوا عينيكم في السمش اتونسيون سي موفي بور لا فو مي يفو كومان فو اكسبوزي للسمش بدون نظارات 10-15 مينوت تكفي ما تفوتوش 15 مينوت على خاطرش هذا الشيء يولي دار للبشره تاعكم ولا برودكسيون دو لا فيتامين دي وحده تحبس في الجسم وهاد لا فيتامين دي في السمش الجسم تاعنا هو اللي الا برودوي هو اللي ينتجها ويفعلها وتكون احسن من تاع لو كومبليمون اليمونتير دونك حنا واش نديرو باش نتفاداو نقص في الفيتامين دي ناخذو ان تو 10 مينوت جوسكا 15 مينوت تاع السمش سوا انا نفضل ديروها على شكل مجهود بدني اون مارش العشرة تاع الصباح الواحد يخرج يدير اون بوتيت مارش يقضي صلاحو يقضي يعني شغالاتو من بعد يدخل عندنا ثانية الأغذية نحاول ننوعوا من الأغذية نركزوا على الأغذية اللي ذكرتها الشوفان الحوت بمختلف أنواعه حتى يقدر يكون في الطون تختلف الكمية تاع الفيتامين دي ولهذا نشجع الناس تنوع أشاك فوا وين تكون البشرة معرضة للشمس يتم الامتصاص مثلا هكذا اليدين مثلا الوجه علاش راني نتكلم فيما يخص المتحجبات لانه دائما المتحجبه تقول لك كيفاش ما ربما ما تقدرش تفهم ولا كيفاش نتعرض للشمس انا متحجبه راني نلبس حتى لهنا راني نلبس طويل راني نغطي راسي كيفاش ديزافونبغا لو فيزاج يكفي بما فيه الكفايه وراني قلت واكدت بلي اغلب اشعه الشمس اللي الجسم بها الجسم تاعي ينتج الفيتامين دي راهي تمتص من طرف العين دونك حاولي ما تلبسيش نتحاول هذه المرأة ما تلبسش نظارات فوالا الا كان ما عندهاش الا كان تقدر تحاول في دارها تفتح لو بالكون ان بتي مومون وتتعرض لاشعه الشمس تحاول كيفاش تصيب تحاول ما يطلبش حاجه كبيره فليكسيبل ما يطلبش كامل حاجه كبيره غير لكن صعبناها على روحنا صح هذا ما كان ايه فيما يخص التعرض للشمس نعم عليك هل التعرض للشمس يكون في الفتره الصباحيه ولا لانه نعرفوا ان الشمس تاع الصباح ماهيش كيما الشمس تاع العشيه اكيد تكون قاسحه شوفي هي دوكا اشعه الشمس الجسم تاعنا كيفاش يعقلها ما على بالوش الا كان راهي على 10 ولا على 8 نحاولوا ناخذوا اشعه الشمس اللي تكون صافيه يعني ما تكون انه ترافيرس با السحاب باش الاشعه كامله تدخل الجسم ديالنا ويمتصها دونك وقت ما شفتي الحال شباب شويه تقدر ديرها سواء على 4 على 3 على 10 وقت ما كان عندك الوقت وقت ما كنتي حاسه روحك نشيطه وقت ما الانسان كان حاس روحه نشيط انا قلت لهم نشجع توجور التسمش هدايا يكون مع مجهود بدني لان المجهود البدني راهو يرفع لنا من المناعه تاعنا يحفز الجسم تاعنا على انتاج مختلف الفيتامينات مختلف يعني يحفز الايض تو سامبلومون دونك شجعهم يخرجوا ويتمشاو في نفس الوقت خاصه انه هذا الاسبوع يعني اسبوع عطله بالنسبه للاطفال وي حقا هما يخرجوا راهم يتنزهوا ولا الامهات ديالهم ولا يرافقوا الابناء تاعهم منها كما يقولوا حتى وفرجه ونصيحه فقط على بالي بلي لي زونفون راهم رايحين يدخلوا عندهم لي زيكزاما نقول لهم لي بارون ما يديروش الضغط لولادهم ما يديروش لا بريسيون لولادهم معليش الا كان الانسان الا كان الطفل تاعك كان متوسط ولكن حاولي ما ديريلوش الضغط كذلك ننصح بالنسبه للتغذيه تاع الاطفال هذوما اللي عندهم ان اكزاما لازم يعرفوا باللي كل الاغذيه المصنعه تحتوي على مضافات غذائيه والمضافات الغذائيه راهي تلعب وتتدخل في افراز هرمون الدوبامين واذا كان صرا خلل هنايا راح يقل التركيز راح تولي ليبر اكتيفيتي عند لونفون تكثري لهم لي شوكولا لي بونبون الحلويات وكل ما هو ملون لونفون تاعك يفا با اريفي باش يركز ويريفيزي لي زيكزامان تاعو دونك نقولها حاولي في هذا الاسبوع هذا الاغذيه تاعك تكون قدر المستطاع
صحية 100%، خضر، فواكه، عجائن كاملة، مكسرات، فيتامينات باش تقوي الذاكرة تاعك، تحفز الذاكرة ديالك، يركز، ما تمنعيش من اللعب كذلك. قبل ما تغادرينا لبنى، عندي فقط سؤال اللي كاين في بعض النساء ونتقول لك انه نقص الفيتامين دي في الجسم ديالها هو اللي ادى الى تراكم الدهون في الجسم ديالها وبالتالي زياده الوزن. نعم نعم سي تري تري بون كيسيون دايوغ سي ان بوين لي هذا وين نسيتو. بزاف الناس يعانيو من زياده في الوزن. دايوغ شوفي على بالك شكون اللي يعانيو من هذا المشكل؟ هما الناس اللي يكونوا اون سور بوا، يديروا ان ريجيم يكون قاصح بزاف، يعني ان ريجيم دراكونيا، هذاك لو ريجيم يكون فقير من الاغذيه الغنيه بالفيتامين دي، وبالتالي هذيك لا بيرسون ما تنقصش. والفيتامين دي تحفز عمليه الايض في الجسم تاعنا، يعني تحفز كل ما هو حرق دون، تحفز كل التفاعلات. كي نقول عمليه الايض قصدي التفاعلات اللي تصرى على مستوى الجسم فيزيولوجيا، وبالتالي تشوف هذه المراه هذه ولا هذا الانسان هذا ماهوش ينقص في الميزان، وهذا على خاطرش ما كانش فيتامين دي. كذلك انسان نقولوا ما دارش مابا ان ريجيم، ما راهوش ينقص الاغذيه تاعو، راهي فقيره بالفيتامين دي. لكن سواء يركز على الاغذيه الغنيه بالفيتامين دي ولا ان سو كومبليمونطون فيتامين دي، وتوجور اللجوء الى التغذيه اولا قبل المكملات، هذه توجور نصيحتي، وتوجور المكملات باستشاره الاخصائيين. اكيد هذا اللي ما قدرش ينقص في الميزان ولا اللي راهو زايد في الميزان بلا ما على بالوش علاش، يفهم بلي الجسم تاعو ما فيهش بزاف لا فيتامين دي وما راهوش يتشبع من الفيتامين دي اللي يحتاجها. دونك وعلى هذه سي دي سيمون كيسيون اللي كنت حان شوفي مزيان فكرتيني. اذا فقط كاين ملاحظه ايضا انه نقص الفيتامين دي في الجسم علاش نصيبوا نسبه من النساء اكثر من الرجال؟ لان المراه خاصه المراه بعد الولاده الناس بكري يقولوا كل طفل ينقص منك حاجه، لانه في انتاج الحليب باش ترضعوا، والجنين هذاك كي المراه تكون تغذيه تاعها ماشي مليحه، وكنا هضرنا في عدد سابق على تغذيه المراه الحامل كيفاش لازم تاكل باش جوستومون ما تطيحش في هاد لي كارونس اون فيتامين دي، خاطرش هذاك الجنين كي يحتاج فيتامين دي وما يلقاهاش تتوفر من التغذيه ياخدها من الجسم، ياخدها من الجسم، من سنانها، معظمها، من الكبد ديالها، من الفوا تاعها. دونك على بها توجور المراه هي اللي تكون ناقصه فيتامين دي، وكل ما يزيدوا الدراري اشاك فوا كو هاد المراه صحتها راهي تنقص. صح، ولكن لا كلي راهي في يديهم، راهي في التغذيه، راهي في ليجيان دو في، تو سامبلومون تقدري تحافظي على صحتك. علاش نشوفوا الناس تاع بكري تاع الجبل اللي عايشين في الجبل تلقاهم يديروا النشاط البدني، تلقاهم ياكلوا كل ما هو طبيعي ويتعرضوا لاشعه الشمس، تلقايها تولد حتى ال 14 الله يبارك ما صرا لها والو ومازالها صحيحه. الي غون ميغ واحد 28 خطره وتحب كاع ولاد ولادها ولادها ومازالها صحيحه ان شاء الله يا ربي. واللي لاحظنا يعني في هذه السنوات الاخيره يعني هذا الفيتامين دي ولا يعني شغل ولا ظاهره، يعني نقصه ولا ظاهره وما يشملش فقط النساء يعني من عمر معين، ولا تشوفيهم حتى صغارات يعني فتيات صغيرات مازال ما تزوجوش مازال ما ولدوش لكن عندهم نقص في الفيتامين دي وراهم يتناولوا المكملات الغذائيه. علاش الوامس راهي تحفز؟ يعني قلنا بلي المنظمه العالميه للصحه راهي تحفز على لا كونسوماسيون تاع المكملات الغذائيه، ونشرح لهم سبب يعني للمشاهدين، لانه رانا في عصر العصرنا عصر لا مودرنيتي، كل حاجه راهي اصطناعيه. دركا ما نكذبوش على روحنا، الخضر تاعنا راهم يكبروا راهم يتغداو عن طرق كيميائيه، التربه راه باش تولي صالحه راهي تصلح عن طرق كيميائيه، يعني ما كانش كل حاجه تدخل فيها الانسان، كل حاجه تدخل فيها الانسان عندها فوائد وعندها كذلك لي زانكونفينيون تاعها. ما بين لي زانكونفينيون سي كو لي زاليمون هادوما ما يحافظوش على الكميه الكامله تاع الفيتامينات وتاع لي نوتريمون المغذيات تاعهم، ولهذا ننصحوا التنويع. دركا ما نقدروش ما ناكلو والو، لان غير لك ان كانت عندك لا فيرم تاعك وين تربي الدجاج وين تربي. احنا نقولوا الحمد لله يعني لبنى احنا هنا في الجزائر مازلنا ناكلوا كما احنا نقولوا بيو وبناء طبيعيه، لانه الفلاحين ديالنا ما يستعملوش بزاف الاسمده. Exactly. ما يستعملوش بزاف هذه المواد الكيميائيه مقارنه بالمجتمعات الغربيه. Oui, oui, oui. ها يعني Exactly. احنا وعدنا شمس طبيعيه 12 شهر يعني الحمد لله يا ربي نحمد ربي، لكن نستغلوا هذا الفرص اللي تجينا نستغلوها حتى نتفاداو. اكزاكتومون هذه هي، ويعني العصر هو اللي يقول هكذا، يعني ما هي الغلطه تاع حتى بلد، العصر هو اللي يقول هكذا والعصر هو اللي يشجع ويحفز على هذه الحاجات. لا غالب
يعطيك صحة لبنى، يعيشك على حضورك هذه الصبيحة. إن شاء الله المشاهدين والمشاهدات أيضا ياخذوا بعين الاعتبار كل الإرشادات اللي قدمتيها. ونقولوا دائما إحنا علاش اليوم جات سوسوة، لأنك اليوم أنت في الركن ديالك تكلمتي على نقص الفيتامين دي وعلى الفوائد دياله والأعراض دياله، ومن بعدين زمي قعدوا معنا سيدات الكريمات، لأنه بعدين في ركن أمومة وطفولة زميتنا حياة مقطوف تستضيف أخصائي في مرض العظام، وراح يتكلم على هشاشة العظام بالنسبة للمرأة، ومن بين مسببات هشاشة العظام هو نقص الفيتامين دي. إحنا حيكون في تسلسل تكمل. شكرا لك، يعطيك صحة لبنى على الحضور. يعيشك حبيبة. يتلاقوا بك يوم الاثنين إن شاء الله. اليوم الاثنين، وأنا إن شاء الله يا رب نتلاقى بك يوم السبت إن شاء الله حبيبتي. تعيشي نهارك مبروك. شكرا لك، يعطيك صحة لبنى. نواصلوا دائما مع الغذاء الصحي، راح نتكلموا عن البسباس أو الشومر، وهو من أحد الكنوز الطبيعية التي يجب أن لا نستهين بها لفوائدها العديدة الصحية للجسم. راح نتعرفوا عليه أكثر وعلى الفوائد ديالو مع زميلة حياة بن نعمان. البسباس أو الشمر هو إحدى كنوز الطبيعة التي علينا ألا نستهين بفوائدها وقيمتها الغذائية. يساعد البسباس على تحسين الهضم وتخليص الجسم من الغازات، وذلك لغنى البسباس بالألياف وغناه بالزيوت العطرية التي تساعد المعدة على الاسترخاء وتساعد الطعام على الانتقال بسهولة في القناة الهاضمة. من فوائد البسباس الهامة أنه غني بشكل طبيعي بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير لخفض فرص الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكري والقلب والإمساك. يساعد على خفض ضغط الدم وتخفيف التهابات أو تهيج الأوعية الدموية في الجسم، وذلك بسبب غناه بالبوتاسيوم. يساعد على التخلص من البلغم واحتقان الحلق والمجاري التنفسية وإزالة أعراض الكحة والتهابات الحلق. يحتوي البسباس على نسب عالية من الفيتامين سي الذي هو أحد مضادات الأكسدة القوية والفعالة، والتي تساعد على مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة. من فوائد البسباس أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم، وبالتالي خفض فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران. تساعد محتويات البسباس من مضادات الأكسدة على محاربة مشاكل وأمراض صحية قد تنشأ في العيون خاصة مع التقدم في السن. وتعمل العناصر الغذائية المتنوعة الموجودة في البسباس كالزنك والفيتامين سي والفلافونويدات على مكافحة أمراض العيون بشكل عام. إذا أردت دخول عالم الأعمال وتفكر في أن تخلق ولا تنشئ مؤسسة مصغرة في مجال رسكلة النفايات وإعادة تدويرها، فاطلع على تجربة هذا الشاب الذي قابله زميل حمزة حبان، واستفيد من تجربته من أجل تحقيق مشروعك الخاص. تخطب بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في ركن ستارت اب. نحن الان لدى شركه ريفاداكس المختصه في رسكله نفايات الشركات، مع السيد وليد حجاج وهو مدير ومؤسس هذه الشركه. شكرا جزيلا على حسن استضافتي. شكرا لكم، شكرا على هذه المبادره، ومرحبا بكم عند شريكنا لابيل سبيس. اذا مشاهدينا، دعونا نتابع هذا الفيديو الخاص بهذه الشركه الناشئه التي اتت بهذه الفكره المبتكره. ثم نحن رسكلة النفايات الخاصة بالشركات هي الفكرة المبتكرة التي أتت بها الشركة الناشئة ريفاداكس. وتعتمد هذه الشركة على فريق شاب مكون لمثل هذه المهام: فارس علاء الدين طالب جامعي وفي نفس الوقت يعمل في هذه الشركة التي تتلائم مع تكوينه الجامعي. أنا دخلت نخدم في ريفاداكس بون ولي سي ان ام يا مو ان جوري ما ابلي قال لي فوالا جي كري سو نوفو بيزنس
voilà le service تاعنا انا نحتاجك تخدم معنا في لي اوبيراسيون قلت une chance pour moi يعني pour كيفاش نقولوا نجسد واش قريت في لا رياليتي avant la graduation donc voilà تلاقيت به وتفاهمنا على الخدمه و سي ان سيرفيس لقيت بلي سي ان سيرفيس très intéressant qui a un grand potentiel في le marché algérien. تعمل هذه الشركة بنظام معلوماتي خاص عن طريق موقع إلكتروني يحدد بصفة دقيقة أماكن الشركات والوقت اللازم لعملية الفرز. تتم عملية الفرز بعد تحديد المواقع المراد فرزها. بعدها تبدأ عملية جمع هذه النفايات ليتم رسكلتها بطريقة تحافظ على البيئة. أنا جو سوي الأوبريشنز مانجر يعني شد العمليات كامل اللي نقوموا بها كوتي أوبيراسيونيل من ناحية يعني لا بلانيفيكاسيون تاع لي كوليكت دونك أنا نتواصل مع لي كليون تاعنا نبرمج كامل الخرجات اللي يقوم بها لو شوفير كوليكتور تاعنا تاني نجيب من عندهم دي فيدباك بار دي فورمولار بيان سور نبعثوا لهم استمارات في 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 مده معينه باش نشوفوا الصعوبات اللي تلقاوها ولا الاقتراحات اللي عندهم بوغ اميليوري لو سيرفيس تاعنا فوالا اون بليس عندنا نبعثوا لهم شاك 3 موا ان رابور اللي فيه يعني الكميات اللي تلقيناها من عندهم اللي ريكوبيريناها من عندهم وشحال لي زيميسيون دو سي او 2 اللي تفاداوها عن طريق الدخول في هكذا خدمه. تأمل هذه الشركه بتوسيع عملها في ربوع الوطن وتغيير نهج جمع النفايات وإعادة رسكلتها وبذلك إعادة إنتاج منتوجات أخرى من هذه النفايات. تشجيع مثل هذه الشركات حتما سيساعد على المحافظة على البيئة بطريقة ذكية وتوفير مناصب شغل للشباب. إذن سيدي ممكن تقولنا كيفاش حتى بديت هذه الشركة؟ نعم كانت البداية أواخر سنة 2019 في سنة 2019 وأنشأنا المنصة الرقمية للنفايات التي تربط بين منتجين النفايات كمؤسسات أو جماعات محلية وبين مهنيين ومؤسسات الرسكالة. فيما بعد سنة 2020 أطلقنا هذه الخدمة الجديدة لفرز ورسكالة نفايات المكاتب الموجهة للشركات لأنه كان شفنا بلي حاليا في الجزائر يتم إنتاج أكثر من 527 ألف طن من الورق في المكاتب وأكثر من 400 ألف طن من البلاستيك من قارات البلاستيك. هذه كلها يمكن فرزها وجمعها ورسكلتها لإنشاء وإنتاج مواد أولية ثانوية قابلة للتحويل. أما سيدي وشنو هي الخدمات اللي ممكن تقدمها الشركة تاعكم للشركات المهتمة في هذا المجال؟ نعم يمكن للشركات المهتمة بالخدمات أن طلب الخدمة عبر موقع الشركة office.rivadex.com يمكن بعدها نتصل بالشركة نقيم الاحتياجات الخاصة بفرز ورسكلة نفايات المكاتب كالورق كقارات البلاستيك كالأكواب البلاستيكية أيضا فيما يخص لكانت دالمنيوم وكراطيش الحبر. بعدها بعد تقييم هذه الاحتياجات نقوم بتركيب لي بوكس لي ريفا بوكس دو تري تاع الشركه في هذه المكاتب الشركات وفي المقرات الاجتماعيه. بعدها نقوم بجمع هذه النفايات هذه النفايات المكاتب بصفه دوريه مره في الاسبوع او في الاسبوعين ونقوم ايضا بتاكيد رسكالتها مع شركائنا المؤسسات الرسكاله التي نعمل معها وأيضا نقوم بطرح
ان بيلون انفيرومونتال للشركه كل ثلاث اشهر وبصفه دوريه ايضا. هذه الخدمات التي نقوم بعرضها على الشركات المهتمه بفرز ورسكاله نفايات المكاتب. عندما نجمع نفايات المكاتب نقوم بتحويلها عند مركز الفرز ومركز التحويل الخاص بنا، وبعد جمعها نقوم بتوجيهها مباشره الى شركات الرسكاله الشركه معنا. هذا لي بور غاردي لا تراسابيليتي تاع نفايات المكاتب. احنا نعرفوا باللي راكم تخدموا هنايا في العاصمه، ربما ما هي الاهداف اللي راكم تطمحوا توصلوا لها في المستقبل القريب؟ المقر الاجتماعي للشركه موجود بتيارت، ولكن العمليات والزبائن والموجودين هنا على مستوى ولايه الجزائر. في البرنامج التوسعي للشركة عندنا بعد أسابيع فقط سنتواجد بإذن الله في مدينة وهران، وأيضا في نفس البرنامج لسنة 2021 سنكون أيضا متواجدين في ولاية سطيف عنابة، وأيضا آخر سنة إن شاء الله سنتواجد في ورقلة، لأن هناك أيضا تواجد العديد من الشركات التي هي مهتمة بهذه الخدمات. بين الأهداف أيضا هو توسيع الفرز ورسكلة نفايات المكاتب كلية. اليوم حاليا نقوم بفرز ورسكلة نفايات الورق، البلاستيك، الأكواب البلاستيكية، العلب الألمنيوم، ولكن نريد في سنتين أو ثلاث سنوات برسكلة نفايات الأجهزة الإلكترونية وفرز النفايات الإلكترونية والإلكترونيك المتواجدة بكثرة عبر المكاتب ونفايات مواد أخرى إن شاء الله. سيدي، ممكن الشركة تاعكم توفر مناصب شغل للشباب؟ نعم، حتى ولكن هدف شركة هو هدف اقتصادي الأول، ولكن كشركة لنا تأثير بيئي، نريد أيضا أن يكون لنا تأثير اجتماعي، لهذا نطمح لخلق مناصب شغل مكيفة لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا يمكنهم. نحن نعرف أن هناك صعوبات موجودة وهذا شيء طبيعي، ولكن النصيحة كما قلت الوحيدة أنه يجب تجسيد الفكرة في أرض الواقع في أقرب وقت ممكن وتحمل كل الصعوبات، والحليف هو والنجاح هو الحليف إن شاء الله. إن شاء الله. إذن شكرا جزيلا سيد وليد حجاج، ومؤسس ومدير شركة الناشئة ريفاداكس المختصة في رسكلة النفايات الخاصة بالشركات. شكرا جزيلا على اسم. شكرا لكم. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا على متابعتكم لركن ستارت أب. نترككم مع بقية برنامج صباح الخير يا جزائر. سلام. ومثل هذه المؤسسات الخاصة بإعادة تدوير ورسكلة النفايات حقق نجاحا اجتماعي وبيئي قبل النجاح الاقتصادي والتجاري، وكل صناعة حديثة في بدايتها تكون نوعا ما صعبة، حتى ولو كان هذاك الشاب يعني توفرت فيه كل الفرص، لكن يبقى العمل، المثابرة والصبر، يعني كثير كثير من الصبر بهم تعبد ولا يعبد طريق النجاح. فحظ موفق للجميع، وحظ موفق ليك زميلتي صابرين أبو زيان في إطلالتك الثانية بعد الفاصل. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. صباح الخير مجددا حبيبة، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. بالنسبة لأحوال الطقس وأهم سيميزها خلال هذه الصبيحة أو بالأحرى خلال الظهيرة خاصة، هو هبوب رياح قوية هذا على كافة السواحل، حيث ستفوق سرعتها 50 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لحالة السماء ستبقى هناك بعض السحب السفلى العابرة نحو السواحل الغربية، أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الوسطى والشرقية، وخاصة درجات الحرارة التي تبقى تفوق المعدل الفصلي لكن مؤقتا
خلال الساعات القادمة بحول الله سينخفض الضغط الجوي، هذا سيسمح لعبور اضطراب جوي خلال ليلة اليوم على المناطق الوسطى والشرقية. إذن بإذن الله أمطار رعدية ستخص تقريبا كل سواحل وحتى بعض الولايات الداخلية خلال سهرة اليوم بحول الله. تبقى أيضا أجواء مغشاة جزئيا بشمال الصحراء والواحات، وأجواء مشمسة تماما مع ارتفاع لدرجات حرارة نحو الجنوب الغربي وسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب مع تطاير للرمال محليا. 25 درجة منتظرة خلال ظهيرة اليوم بحول الله على مستوى العاصمة وضواحيها، في حدود 26 درجة بتلمسان، 23 درجة ببجاية بجيجل بسكيكدا وعنبة، 20 درجة بمستغانم وهران بيض الجلفة عين الدفلة، 22 درجة بقسنطينة وخنشلة، 25 درجة ببسكرة، 27 درجة بغردية، في حدود 26 درجة ببشار حتى بإناميناس وإليزي، 23 درجة بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، ترتفع لتصل لغاية 29 درجة ببرج باجي مختار وعين قزاب. فيما يخص البحر لنهار اليوم بحول الله، نتيجة لانخفاض الضغط الجوي سيتحول إلى كثير الاضطراب خلال الظهيرة نحو سواحل الوسطى والغربية، حتى الرياح ستشتد خاصة بعرض البحر ستفوق 70 كيلومتر في الساعة وتأتينا من غربية لجنوبية غربية على طول الشريط الساحلي. يبقى بحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا بسواحل الشرقية، الرياح أيضا ستشتد خلال أواخر النهار. جولة خاطفة إلى بعض عواصم جنوب إفريقيا بإذن الله، أجواء مشمسة بأديس أبيبا، نيروبي، ببونغي حتى بأبوجا وداكار، غائمة بأبيجان، بأنتانانريفو جنوبا وويندوك، وتكون مرفوقة بأمطار رعدية نحو لوزاكا وحتى بكينشاسا. فيما يخص الحرارة 25 درجة بأديس أبيبا، نفس الشيء بداكار، 23 درجة فقط بكابتاون، 27 درجة بأنتانانريفو، ترتفع إلى غاية 31 درجة بكينشاسا، وأعلى مقياس سيصل إلى 38 درجة بأبوجا. نعود إلى أرض الوطن على مستوى العاصمة بالتحديد، وقت الغروب بإذن الله سيكون في حدود الساعة 6 مساء و11 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، نهاية أسبوع مريحة للجميع، يومكم سعيد، والعودة إلى حبيبة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. شكرا لك زميلتنا صابرين على كل هذه التفاصيل، نتلقاو بك في الأيام المقبلة بحول الرحمن. علاج الإدمان عن المخدرات ليس بالأمر صعب إذا تقيد كل شخص بالدور الذي إذا تقيد كما قلت كل شخص بالدور المخول له من أجل تعافي المدمن أو مساعدة المدمن على التعافي والخروج والتخلص من هذا المرض الفتاك. من بين أهم الأدوار التي يجب أن تكون متوفرة في عملية العلاج هو دور الأخصائي النفساني والاجتماعي. ضيفنا بعد الفاصل. ضيفنا لهذا الصباح البروفيسور حماش حسين، وهو أستاذ جامعي في علم النفس الاجتماعي. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. صباح الخير سيدتي. صباح الخير مشاهدين الكرام. شكرا لك، يعطيك صحة أستاذ حماش حسين على حضورك معنا وعلى تلبية الدعوة. اليوم حديثنا راح يكون حول الإدمان، يعني ولا كيفية ولا كيفاش نساعده المدمن ولا للتخلص من الإدمان دياله من الطاعات دياله، لكن الدور النفساني والبسيكولوجي. لأنه أستاذ حماش نعرفه كنا أنه الإدمان هو أحد ولا إحدى الأمراض النفسية والاجتماعية في المجتمع، إلى أنه للأسف في بعض حالات ولا العلاج وين يتم التركيز على العلاج الجسماني وينتنسوا شوية الجانب البسيكولوجي ولا الجانب الاجتماعي. هل تعتقد أستاذ أنه هذه العملية عادلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف على ظاهرة الإدمان أنها ظاهرة فتاكة وهي ظاهرة مدمرة للأفراد والجماعات، والحقيقة الشعوب أو البلدان التي تعاني من هذه الآفة فلا تجد لها حلول سهلة وحلول سريعة، ولكن بالعمل والإرادة وتثابر الإرادات الموجودة بالنسبة للناس المختصين والناس المحيطين بهذا المدمن يعني نستطيع أن نصل إلى علاج معين. في الحقيقة العلاج ممكن أن نجده، ولكن الإشكال الكبير هو ما بعد العلاج.
ما بعد العلاج أن هؤلاء الأفراد المدمنين في الحقيقة ذروة المشكل يصل بعد 12 ساعة وأكثر في 24 ساعة، وهذا الإنسان المدمن في الحقيقة يكون يعاني من عوامل عدة التي تجعله يكون في حالة من الصعوبة والعسر لكي يجد الحل لنفسه، ومن بينها هو فترة أو طول تعامل أو تناول هذه المخدرات. ثانيا أيضا الحالة الجسدية لهذا المدمن، هل هو في حالة صحية جسدية جيدة أو في حالة صحية ضعيفة. ثالثا كمية الجرعات التي كان يتناولها، هل هي كميات كبيرة جدا أو صغيرة أو متوسطة، وفي الأخير وزنه وأيضا سنه، هذا مهم جدا بالنسبة للمدمن. الآن كثيرة هي الأعراض النفسية التي تظهر على شخصية هذا المدمن، وأيضا الأعراض الاجتماعية والأعراض الجسدية. نحاول أن نفصل هذه الأعراض حتى يعني المشاهد الكريم يستطيع أن يفهم خطورة هذه الظاهرة وخطورة هذه الآفة على المدمنين بصفة عامة. نجد من ناحية نفسية مثلا يكون دائما في حالة اكتئاب، في حالة قلق، في حالة توتر، في حالة انفعالية انزعاجية مستمرة، لا يجد لنفسه مجال لكي يعمل عملا معين لأنه يكون دائما في حالة تعب وفي حالة إجهاد. في بعض الأحيان يصيبه ما يسمى بجنون العظمة، في بعض الأحيان ينفصل عن الواقع نهائيا، إلى غير ذلك من القضايا النفسية. بالإضافة إلى هذا هناك أيضا قضايا اجتماعية يعاني منها هذا المدمن. أولا لا يستطيع أن يأخذ أي قرار من حيث الجانب الاجتماعي ومع الناس الذين يعيشون معه. النقطة الثانية أيضا هذا الإنسان المدمن من ناحية الاجتماعية يكون منفصلا انفصالا تاما عن الواقع الاجتماعي، لا يستطيع أن تكون لديه طاقة لكي يتعلم أو لكي يعمل، فليس لديه علاقة مع الأفراد الذين يحيطونه، إلى غير ذلك من الظروف الاجتماعية. بالإضافة إلى هذا الجانب النفسي والاجتماعي نجد هناك جانب جسدي خطير جدا، فهو في حالة ارتعاش في أطرافه، آلام جسمية جسدية كثيرة جدا من حيث يعني الجسد، من حيث العضلات العظام إلى غير ذلك، تجده في حالة سيلان من حيث عينه وأنفه، في بعض الأحيان أيضا هناك غثيان تقيؤ، أي حالة صحية؟ نعم، اضطراب في النوم، اضطراب في ضربات القلب، شحوب الوجه، كل هذه المميزات والخصائص العصيبة من حيث الجانب المرضي تظهر أن هذا الإنسان لا يستطيع حقيقة أن يتجاوز هذه الظروف. ولكن كما أسلفت الذكر سيدتي المحترمة، حينما يكون هناك محيط يعني متخصص في الجانب العلاجي، والعلاج في الحقيقة إنما يرتكز على أمرين اثنين، علاج عضوي جسدي بائن وعلاج نفسي اجتماعي. قبل من تفضلي سيدتي، يزيد فضلك، قبل ما نوصلوا الحديث ونفصلوا خاصة في الجانب البسيكولوجي والاجتماعي، معلش أستاذ حماش والمشاهد الكريم، نروح نشوفوا هذا التقرير اللي قامت به الزميلة حورية ريش حول الإدمان وإدمان عن المخدرات، ونعود له بعدها. عادة ما تكون المشاكل الاجتماعية والأسرية سبباً في لجوء البعض لتجاوز هذه المشاكل بتعاطي المخدرات، فهي بالنسبة إليهم الحل للنسيان والخلاص من هذه الضغوطات الاجتماعية والنفسية. المراهقة من أخطر المراحل التي تقود المراهقة لتعاطي المخدرات، بحكم أن هذه المرحلة حساسة يمر بها المراهق باضطرابات نفسية وهرمونية والرغبة في الفضول والتجربة. تعددت أنواع المخدرات وتطورت أساليب تعاطيها، من تناول المهلوسات إلى استنشاق غاز الولاعة والغراء اللاصق. هذه الأنواع من الممنوعات تجعل متعاطيها يشعر بسعادة مطلقة، وهي في الأصل نشوة عابرة ما تولد عنده رغبة في تكرار التجربة ليدخل بعدها في دوامة الإدمان. في هذه المرحلة يفقد المدمن السيطرة على نفسه ليتجه من عالم الإدمان إلى عالم الجريمة. ولاحتواء هذه الفئة من الشباب وانتشالهم من هذا المستنقع،
تقوم العديد من المراكز المختصة بمعالجة المدمنين على المخدرات باستعمال أساليب متطورة وحديثة لإصلاح هذه الفئة من الشباب حتى يكونوا مؤهلين لإعادة إدماجهم في المجتمع. إذن أستاذ حماش، المعالجة الجسمانية وهذه وفهمناها، على بالنا أنها هي مجموعة من الأدوية يستهلكها ولا يأخذها هذاك الشاب المدمن يعطيها له الطبيب، لكن إذا تكلمنا على المعالجة الاجتماعية والنفسانية اللي دورها هام وهام جدا ما لازمش نتغافلوا عليه. نعم صحيح، ولكن حتى نؤكد الجانب النفسي أهميته ودوره وأيضا الجانب الاجتماعي، لا يجب أن ننسى أهمية الجانب الصحي، يعني من حيث الجانب الجسدي. سوف أبدأ بالجانب الصحي الجسدي لكي أعطي الفضاء الواسع والمتسع للجانب النفسي الاجتماعي. بالتالي من حيث الجانب الجسدي يعني العلاج الجسدي، لابد من فحص طبي شامل. في هذا الفحص الطبي الشامل نجد هناك برنامج دوائي بالإضافة إلى البرنامج الغذائي، وأيضا الرقابة والمتابعة الدقيقة واللصيقة. حينما يكون هذا الإطار مؤمن ومضمون، نقول أن من حيث الجانب الصحي الجسدي قد قدمنا له ما يجب أن يكون. الآن من حيث الجانب النفسي الاجتماعي، الجانب النفسي الاجتماعي هو أول شيء يشعر به هذا المدمن بعد علاجه، الرغبة لكي يعود إلى تناول المخدرات من جديد. الانتكاسة يعني. نعم الانتكاسة أو المعاودة في القيام بالسلوك التناولي للمخدرات. لكن الأساس أيضا هنا، حينما يشعر هذا الفرد المدمن لكي يعود إلى تناول المخدرات، لا بد أن تتدخل عوامل نفسية اجتماعية كثيرة جدا لكي نمنعه من العودة إلى هذا الأمر. أول شيء هو أن المحيط العلاجي من حيث الجانب النفسي نبدأه بالأولياء، صح، والأصدقاء الصالحين والمختصين النفسانيين الاجتماعيين. هؤلاء كلهم يشكلون مجموعة قوية لكي تساعد هذا الفرد على أن يعود إلى تناول المخدرات. أول شيء هو لا يجب أن يرتد أو أن يعاود الاتصال بالفضاء الذي كان سببا محفز له مثير لتعاطي. نعم أولا هؤلاء المجرمين الممولين بالمخدرات، الأماكن والفضاءات الاجتماعية التي تتردد عليها مثل هكذا شخصيات التي تساعد الفرد على تناول الإدمان، وهم الذين يعملون قصارى جهدهم على تحطيم المسيرة العلاجية النفسية الاجتماعية لهذا الفرد المدمن. وبالتالي حينما يكون هناك الأولياء ويكون هناك المختصين النفسانيين والمحيط الاجتماعي، أولاً لابد من التركيز على أن نشغل بال هذا المدمن حتى لا يفكر في العودة أو يشعر بالرغبة. ومن بين هذه القضايا ما يسمى بالنشاطات النفسية الاجتماعية المرتكزة على كل ما هو ترفيه، كل ما هو ترويح، كل ما هو تسلية، وأيضا التركيز على الرياضة سيما الجري والهرولة والمشي. حينما نرتكز على نشاطين اثنين، النشاط النفسي الاجتماعي والنشاط الرياضي، إذن عاملنا على جذبه ومحاولة إبعاده من هذه المصادر. هذا في سياق حديثك. نعم. أستاذ ينعم عليك أستاذ حماش، للأسف يعني في بعض الحالات من الشباب المتعافين ولا اللي خرجوا من الإدمان لكن راه مازالهم في مرحلة النقاهة، كما قلت لك للأسف ما يوجدوش هذيك الفرصة لإثبات نفسهم ولا لإثبات مواطنتهم الصالحة للمجتمع، لأنه هذا نفس المجتمع يقعد يطارد فيهم بكلمة ولا بلقب مدمن. هذا اللي راح يخليهم ما يوصلوش، مثلا هذاك الشاب ما يقدرش يوصل حتى على الحصول على وظيفة، بناء أسرة وغيرها. ربما هذه أيضا من المسببات اللي تسبب الانتكاسة للشاب أيضا. نعم حقيقة هي مسببات عظمى، ولكن لا نطلب مثلا من فرد مدمن أو خارج من عملية الإدمان نطلب منه الأشياء الكثيرة. هي كما يقولون
باللغة الإنجليزية step by step. الإنسان لازم خطوة بخطوة. درجة بدرجة خطوة بخطوة. أولا يجب أن نكون له قاطعة نهائية مع الفضاءات والمصادر الممولة ومسببة لعملية الإدمان. ثانيا نركز على هذه النشاطات قلنا النفسية الاجتماعية الخاصة بالترفيه والترويع وأيضا النشاطات الرياضية. ثالثا نحاول أن نعيده لكي يبدأ في تعلم مهنة جديدة أو المهنة التي كان ربما يقوم بها في السابق. لابد من إعادته إلى هذا المناخ أسس المهن إدماجه. نعم. ثم أيضا محاولة إقامة علاقات وروابط اجتماعية ليس فقط على مستوى الأسرة ولكن على خارج مستوى الأسرة، ربما مثلا في الأصفار، ربما في الرحلات. هناك جمعيات متخصصة أو المجتمع المدني الذي يعمل على ربما برمجة وتنظيم بعض الرحلات، رحلات التي تجعل، وهذه الرحلات يجب أن يكون فيها مختصين نفسانيين، مختصين اجتماعيين هؤلاء، لأنه الإطار أو الهيكل الإداري أو الهيكل الرسمي ربما لا يساعد هذا الشاب لأنه يشعر دائما أنه مؤطر إداريا وهناك رسميات كثيرة. لابد من جعل هذا الشاب المدمن يعيش في فضاء حر فيه استقلالية، فيه تلقائية، يعني نعم، ويجب أن نساعده على إثبات إرادته، لأن القضية قضية اقتناع وقضية وعي. حينما يصل هذا الفرد المدمن إلى نوع من الوعي والاقتناع والصبر على وضعه، فإنه يكون هناك تحفيز داخلي ودافعية قوية بالنسبة لشخصيته للعلاج ويدافع على نفسه، يرد هذه الهجومات السلبية. لأنه مثل ما تفضلتي الكثير من المنحرفين الذين يعني لم ينجحوا في هذه الحياة، بين قوسين إن نستطع أن نسمي ذلك، فهم عبارة عن شياطين. ما دام أنني أنا لم أفلح ولم أنجح فأنت أيضا لا تفلح ولا تنجح، وأحاول أن أدمر حياتك مثل ما تدمرت حياتي. بالتالي تواجد الأولياء وتواجد المختصين النفسانيين والصحبة الصالحة دائما إلى جواره وإلى يعني فضاءاته المعيشية، فإنه سوف تمنعه من العودة إلى هذه المناخات التي تتسبب في هذه المشاكل. بالإضافة إلى هذا أيضا أساسي جدا، لابد من تقديم له يد العون، لا نجعله في ظروف مناخية أين يشعر بالغضب والتوتر والانعزال، لأنه هو في مرحلة نقاهة وهو في مرحلة انسحاب وابتعاد عن تناول هذه المخدرات. لا يجب أن تكون هناك ظروف ومناخات معيشية تعيده بالقوة وبالجبر إلى هذه السلوكات الإدمانية. هذه هي بصفة عامة. أستاذ حناش، من بين الفروقات في المجتمعين الغربي والإسلامي هو الوازع الديني. نعم. هل تعتقد أنه نستطيع أن نستغل الوازع الديني في عملية العلاج؟ الجانب الروحاني أو الجانب الديني ليس بالمباشر أيضا، لأنه الكثير يقولون نعطي له الجانب الروحاني والجانب الديني سوف نشكل له الوازع الديني. الوازع الديني لا يتشكل في لحظات أو في دقائق، لابد أيضا من مراحل معينة يجب احترامها، ويجب أن نقدم لهذا الشخص في حديث وحوار يكون شيق، يكون تلقائي، يكون يستجيب له هذا الفرد المدمن، على أساس أن هذا الأمر حينما أنت تدمر حياتك وتوصل بنفسك إلى محاولة الانتحار بمعنى أنك سوف تقتل نفسك، والنفس قد حرمها الله في قتلها وإذائها، فبهكذا دواليك تكون الأمور. وهذا الفرد لا يجب أيضا أن يكون إلا في فضاء معين، فضاء ديني روحاني، فضاء رياضي، فضاء نفسي اجتماعي، فضاء فيه التسلية والترفيه، فضاء عائلي، علاقات اجتماعية، علاقات نفسية. هذه المناخات كلها حينما تتركب وتضاف إلى بعضها سوف يشعر الفرد بنوع من الراحة والأمن والأمان والإطمئنان، ويكون أيضا بعيدا كل البعد على هذه المتاهات. لأن الإدمان وشن هو؟ الإدمان حينما يكون الإنسان في حالة مدمنة، بمعنى أنه يكون في حالة من المتاهة، لا يعرف الطريق الصحيح ويعترف السبيل الذي يكون إيجابي بالنسبة له وبالنسبة لغيره. فهذا الفرد المدمن سواء كان مراهقا أو شابا، حقيقة الحياة صعبة والظروف الاجتماعية في بعض الأحيان هي التي تكون سببا،
ولكن حينما الإنسان تكون له تنشئة نفسية اجتماعية معينة نعم وتكون له هذه التنشئة الروحانية الدينية أيضا وتكون له هذه التنشئة الاجتماعية التي تجعله يندمج في مناخ سوسيومهني فإن الأطر هذه كلها تكون عوامل بناءة ليست عوامل هدامة في شخصية هذا الفرد المدمن وفي الحقيقة أيضا المجتمع هو السبب الأول والأخير لأن هذا الفرد حينما يلتقي بظروف المساعدة على الإدمان هل مثلا الأولياء سألوا عن ابنهم؟ هل المدرسة صح الأسرة هي نعم هل المدرسة حاولت أن تنظم برامج كذا رياضية أو نفسية اجتماعية لهذا التلميذ هل ربما الرسوب المدرسي هل التسرب المدرسي تابعناه لأنه الحقيقة هذا الفرد عبارة عن إناء حينما تترسب المشاكل في هذا الإناء يكون هناك فائض وتفيض عليه هذه المشاكل كما قلت كما قال الأستاذ حسين حماش أنه كما احنا نقوله بالعامية الصح في الأسرة البداية تكون مع الأسرة إذا كانت هذه الأسرة واحد من الفرد ديالها مدمن تحاول تعرف الحالة نعم. ولا الظروف اللي راه يفوت فيها تحاول تخرجه من هذه الحالة العلاج الجسماني زائد العلاج النفسي والاجتماعي الاثنين حتى نتفاداو الكارثة حنا غادي نقولوا الكارثة وان شاء الله ربي يعافينا امين وان شاء الله كلنا يوقفوا مع هذا الشباب حتى في الاخير يكون عندنا شاب مسؤول اتجاه ولا في اطار أسرة تاعو في اطار المجتمع تاعو ولا حتى في الوطن ديالو ان شاء الله ربي يعافي الكل يعطيك صحه استاذ حسين حماش على حضورك معنا ان شاء الله تكون فرص اخرى ان شاء الله ان شاء الله يا رب نبقاو دائما مع الشباب الجزائري نروحوا لركن جيل دزاد وين زميل سمير لاليبي قدم لنا ولا وجد لنا بورتري على شاب نسيم اللي هو مغني مختص في الاغاني العاطفيه والاجتماعيه استاذ حماش نشوفوا مع بعض ونقولوا بعدها بأداء راقي وكلمات هادفة دخل نسيم عالم الغناء منذ سنة 2011 حيث تناولت أغانيه المواضيع العاطفية والاجتماعية نسيم استقبلنا في منزله العائلي ليعرفنا أكثر على مشواره الفني بداية تاعي كانت في 2011 غنية الأولى تاعي ملي كنت صغير هكذا نحب نغني وحدي هكذا نمشي نغني وأنا تلموه وأنا بدأت سنتيمونطان نحب نغني سنتيمونطان حاجة زينة زمرك متزود قولي وفلامي فوق ولا شي من اضحكو اشحل فلام تروح يم زمرك متزود قولي وفلامي فوق ولا شي من اضحكو اشحل فلام تروح انا دوك المواضيع تاوعي انا اختارهم على حسب وش راني نشوف انا هكذا بابا هكذا ومن راسي ونكتب قلنا واللحن انا يا تاني انا ما منك كنت يا حياتي كوش ما كملت علي شحال مني ما كويتي هكي يا لي ولدها جا وبدل جنسي سافر نهجا نبقى لبحر نبقى لصبار عندي على الام زوج اغنيات على الام عندي الدنيا هكذايا وعندي تاع خطيني الدنيا غدارة شبعت مرار سخرين صغار يا الدنيا وعلاش الدنيا غدارة شبعت مرار سخرين صغار يا الدنيا وعلاش عفوا
اقرب اغنيه ليا تاع الام اللي غنيتها من قلبي تما واش صرا لي كاع ايتيك واش جوس كاع غنيتو فيها يم زمرا كنتو ولي مفلاني فوت ولا شي من هاد حكو اشحن أنا نوجد في غنية إن شاء الله وحبيت نوصل لبعيد وين وصلت المهم نوصل لبعيد إذن هشاشة العظام مشكل شائع بكثرة وهو عبارة عن أين تصبح العظام ضعيفة وسهلة الكسر ويتطور ببطء على مدى سنوات والنساء أكثر عرضة لهذا المرض ما أسبابه ما أعراضه المزيد مع حياة مخطوف وضيفها الكريم في أمومة وطفولة بعد الفاصل صباح الخير زميلتي حياة وصباح الخير لضيفك الكريم ومرحبا بك معنا في برنامج صباح الخير يا جزائر شكرا حبيبة صباح الخير لك وكل مشاهدين الأفاضل مرحب أيضا بضيفي في فقرتنا لنهار اليوم هو الدكتور معزوز عبد الرؤوف طبيب مقيم في جراحة العظام من مستشفى فرانس فانون بليدا مرحبا بك الله يسلمك صباح الخير أختي حياة صباح الخير جميع المشاهدين والمشاهدات وإن شاء الله يكون نهارهم مبروك شكرا لك أيضا تحية صباحية عطرة منا لكم مشاهدين أنتم اللي اخترتوا قنوة تلفزيون الجزائري وبرنامج صباح الخير يا جزائر وأيضا ركن أمومة وطفولة أكيد أنه من بين الأمراض اللي تنتشر بكثرة هو مرض هشاشة العظام هو مرض صامت في بدايته ما يكونش فيه أعراض ولكن مع تطور المرض حيكون فيه العديد من المضاعفات ومنها الكسور عن طريق أي جهد صغير اليوم حنتحدثوا عن تعريفه وأسباب هذا الكسور وهذا المرض أيضا الأشخاص الأكثر عرضة ومن بينهم النساء طبعا في خاصة في سن اليأس أيضا حتحدثوا على النصائح والوقاية من هذا المرض فابقوا في المتابعة لنهاية الفقرة في البداية دكتور معزوز عبد الرؤوف عندما نتحدثوا على التعريف عندما نقول هشاشة العظام معناها من كلمة نفهم أنه العظام تصبح هشة صحيح؟ نعم تفضل في التعريف نديروا أن تعريف شامل ومبسط ومفهوم لسيكو هشاشة العظام هي مرض مزمن وتطور تاعو يكون بطيء دونك هي فقدان الكتلة العظمية وهي هشاشة الهيكل العظمي وبالتالي تنتج عنده كسر في مراحل ما بعد ذلك كسر بنمبورت كال شيت دو ساوتور دونك كيكون ان تروماتيزميني اللي يحدث لنا كسر يعني جهد تخفيف ولا سقوط خفيف ممكن يسبب لنا كسر يسبب لنا كسر في اونيفو دو بواني يعني في المرفق ولا في الحوض ولا في دوتخ باثولوجي في نيمبورت كال برا ولا ايفون في اي عضو من جسم الانسان طيب عندما نتحدثوا دكتور عن الفئات لاكثر عرضه لمرض هشاشه العظام هل صحيح انه المراه اكثر عرضه خاصه في سن الياس تفضل الفئه لاكثر عرضه في تاع هشاشه العظام سي بيان لي فام parce qu'on sait très bien que عندها هي تزياد وتولد دونك راح يكون عندها نقص في الكالسيوم وبلا ما ننسى وعندنا سن الياس اللي ينقص فيها هرمونات الجنسيه اللي من بينها الاستروجين اللي هو اللي يدير يخلي العظم يكون دائما سوليد اذا كي ينخفض في سن الياس ممكن يصبح العظم يصبح العظم العظم هش دونك وللتعريف سيونتيفيك تاع هشاشه العظام هي عندنا معادله ما بين لا فورماسيون الى ريسوبسيون تاع لوس عندنا ديزوستيوب كلاست اللي هما سيدي سيلول كي اسور لا ريسوبسيون تاع العظم القديم وعندنا خلايا في العظم خلايا وعندنا ليزوستيوب بلاست هما سيدي سيلول كي اسور لا فورماسيون دي نوفو اوس كإنسان عادي المعادلة تكون متوازنة يعني لا فورماسيون تساوي لا ريسوبسيون
كي يكون عندنا مرض مالادي يكون عنده هشاشة العظام تكون هذه المعادلة غير متوازنة، وبالتالي تصبح لا ريسوبسيون أكثر من لا فورماسيون. يعني نشرح بالعربية فقط، عندنا في العظم خلية من خلايا جسم الإنسان في هدم وفي بناء، ولكن الأشخاص اللي عندهم هشاشة العظام يكون الهدم أكثر من البناء، وهنا يؤدي إلى ممكن العظام تصبح هشة. إذا مشاهدينا حتى تعرفوا أكثر على تعريف مرض هشاشة العظام عندنا ورقة، تابعوها مع بعض ولا نعود. العظام هي الأعضاء الصلبة التي تكون الهيكل العظمي، وهي في حالة دائمة من التجدد، فينتج الجسم النسيج العظمي الجديد أسرع مما يستغرقه في هدم الأنسجة القديمة، وهذا ما يسمى بعملية البناء والهدم للعظام. بالرغم من أن العظام عادة ما تكون قوية، إلا أن أنسجتها الحية تتحلل وتضعف مع التقدم بالعمر، فتصبح عملية هدم العظم أسرع من تكوينه، ما يؤدي إلى هشاشة العظام. هشاشة العظام مشكلة شائعة، تصبح العظام فيها ضعيفة وسهلة الكسر، ويحدث هذا عادة بسبب نقص مستوى الكالسيوم والفوسفور أو نقص معادن أخرى في العظام. النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث في سن اليأس لانخفاض هرمون الإستروجين. عادة لا توجد أعراض لمرض هشاشة العظام في بدايته، لكن عند تقدم الحالة قد تظهر بعض الأعراض كالشعور بألم في أسفل الظهر وانحنائه، قصار القامة مع مرور الوقت، وغالبا ما يتم تشخيصه عند الإصابة بالكسور بسهولة. للوقاية من مرض هشاشة العظام ينبغي اتباع نظام غذائي صحي، كما أن ممارسة النشاط البدني مفيد أيضا. إذن مشاهدينا رجعنا لكم من جديد، ودائما نواصل الحديث حول مرض هشاشة العظام، هذا فيما يخص التقرير اللي شفناها مع بعض الآن، تفصيل أكثر حول طريقة تجديد العظام وأيضا تعريف هشاشة العظام. إذن عندما نتحدث عن الأسباب دكتور، هل ممكن ربط مرض هشاشة العظام بأمراض أخرى ممكن تسبب لنا هذا المرض في سن معين؟ تفضل. في اسباب لوستيوبوروز عندنا دو فينيتر، دونك عندنا اون فينيتر لوستيوبوروز بريمير، يعني هشاشه العظام اللي تكون عاديه تاع انسان كبير ابتدائيه تقدر تكون اللي تجي للفئه من الناس، الفئه من الناس كي يكبر فوق 60 سنه، هذه حاله عاديه تكون كاينه هشاشه عظام سي تو تافي نورمال. عندنا ثاني نقعد دائما في ليزوستيوبوروز بريما، هي نقص الهرمونات الجنسيه كما الهرمون تاع الاستروجين بور لا فام، وعندنا العامل الوراثي، هذه في ليزوستيوبوروز بريما. عندنا هشاشه العظام سيكوندير دونك اللي تكون ثانويه لامراض اخرى، اللي من بينتها هي السن اليأس المبكر يكون قبل 40 سنة، وهذا من قبل يكون كاين خلل في الميتابوليزم تاع لي هرمون في الخلايا في الهرمونات في الهرمونات الجنسية. عندنا لي مالادي ديجيستيف كيما لا مالادي دو كرون، عندنا الأمراض روماتيزمال كيما لا بولي أرتريت روماتويد، عندنا ثاني دي مالادي سيرينالين كيما لا مالادي دو كوشينغ، هذوما كاع عيتينا أمراض مالادي السيستم اللي تخلي لنا ثاني تكون حتى الأمراض الجهاز الهضمي عندها علاقة، لأنه ممكن دكتور عندها علاقة بالفيتامينات وامتصاصها، يعني عندما نكون عندنا مرض كورون مثلا ما يكونش في امتصاص الأغذية جيد، ما عندناش فيتامينات وكالسيوم جيدة، هنا ممكن يؤدي إلى هشاشة العظام صح؟ ما بين ليزيتيولوجي ما بين الأسباب هذه عدم الامتصاص، يكون ما يكونش امتصاص كلي تاع الكالسيوم ولا فيتامين دي ولا فوسفور ولا بوتاسيوم ايتو، هذوما الأمراض. عندنا كي نقولوا باللي سيكوندير سيتادير ما تكونش حاله عاديه تاع نوستيوبوروز،
تاع انفام زعما كبرات والحق لاش تاع حايتو تكون عند كاينه ان مرضي من قبل هي اللي خلاتها باش تكون كاينه هشاشه يعني العظام. عندنا نوعين من هشاشه العظام، هشاشه العظام درجه اولى او ابتدائيه، وعندنا ثانويه. هذه هي سي بور سا نيمبورت كالمالاد ولا نيمبورت كالانسان سورتو لي فام اللي هي راح نطرقوا عليها في حصتنا اليوم. دونك لي فام ابارتير دو 40 عام لازم تكونسلتي لي ميدسان تاعها، سواء ميدسان جينيراليست سواء ميدسان جينيكولوج ولا ريماتولوج، ولا يقدر يكون ان اورتوبيديس يقدر باش يفرق ما بين اسكو سيتي نوستيوبوروز تاع الكبر اللي هي بخيمر، وتقدر تكون لوستيوبوروز اللي تكون سيكوندار ا دي مالادي بالك تكون هي ماهيش عارفتها، يعني اللي مرتبطه بالسن العاديه اللي تكون ممكن الاكثر اغلبيه الاشخاص ولا اللي تكون مرضيه. طيب هنا فيما يخص الاسباب، عندما نتحدثوا على عوامل الخطر، في عوامل خطر ممكن او دي فاكتور دو ريسك عندها علاقه بهذا المرض؟ كاين دي فاكتور دو ريسك، سي بيان لا بروميير دي شوز هي لوتيليزاسيون دي كورتيكويد، الاستعمال تاع لي كورتيكويد ا لون تيرم كما اللي عندهم لازم واللي يشربوا بزاف لي كورتيكويد. مي حنا نعرفوا جميعنا كو نيمبورت كيل كورتيكويد باش تمدوا المرض تاعك لازم فيها تحاليل، ولازم فيها تحاليل من بعد سي دي كونترول تشوف كيفاش راهي على الكورتيكويد كيفاش راهو في الكور تاعك. دونك لوطو ميديكاسيون تاع لي كورتيكويد ا لون تيرم سي اون غروند فوت اللي يديروها بوكو بلوس لي فام يوتيليزيو لي كورتيكويد، هذه اول فاكتور دو ريسك تاع لوستيوبوروز. هل الوزن عنده علاقه؟ نعم عنده علاقه ودوك نقول لك عليه فيما بعد. وعندنا التدخين والمشروبات الكحوليه ثاني هي ستان غرون فاكتور دو ريسك. عندنا اللياقه البدنيه دونك في اللياقه البدنيه كاين دو فانيتر، عندنا اللي تكون عندهم مال نوتريسيون سيتادير يكونوا سوء التغذيه اللي ما ياكلوش كامل ليتو، هذا ستان غرون فاكتور دو ريسك باش تكون كاينه اوستيوبوروز. وعندنا الفئه الثانيه اللي هي السمنه سي لوبيزيتي، نعرفوا مليح باللي كيكون كاين في لاماس كوربوريل كيكون كاين الشحوم والدهون تاع تكون اكثر من الميسكل المقدر في الكور، دونك هي راح تكون ايفي تري تري نيفاست على الكور على الجسم الانسان. وعندنا ان فاكتور دو ريسك واحد اخر هي ليكسبوزيسيون سولي، يعني شحال نتعرضوا للشمس حتى ناخذوا فيتامين دي صح؟ اكزاكتومون تاع ليكسبوزيسيون سولي عندها أهمية كبيرة وكبيرة بزاف باش نتفاداو الاوستيوبوروز. نشوفوهم باللي هنايا في التقديرات يقول لك باللي 10 افا مينيت لازم الانسان يتعرض للاشعة يوميا لاشعة الشمس باش تكون كاينة ان بون ريسوبسيون تاع لا فيتامين دي. كيما كاين شي حالات نشوفوا نساء كبارات ايتو ما تخرجش من الدار تريح ثم ما تخرجش لو بالكون تاعها ايتو، دونك احس بي لو كيميل تاعها بالك 3 موا 4 موا هي ما اكسبوز با او سولي، دونك ايماجين توا شحال يكون عندها فقدان تاع لا فيتامين دي. طيب عندما تحدثوا دكتور عن الاعراض، للاسف هذا المرض من بين الامراض الصامته اللي ما عندهاش اعراض في البدايه، ولكن ممكن اذا تطور المرض راح يكونوا فيه بعض الاعراض ومن بينها الكسور ممكن اللي تكون تحدثنا عليها اللي تكون من دون سبب، صحيح؟ نعم. فصلوا اكثر. لوستيوبوروز كما قلنا هي مرض صامت ويتطور ببطء، دونك ما تعرفلوش سيتين مالادي بينين اي سيلونسيوز، ما تعرفش تيا تكون عندك مرض سيكونتو حميد ومزمن وصامت دونك مرض تكون عندك 50 55 سنه ما تعيش في حياتها عاديه، بصح هي عندها باللي تكون عندها لوستيوبوروز وهي ما تعرف علاش باسكو صامت، دونك تجيك نهار من نهارات اللي زيرجونس تطيح تنكسر في من يدها. كي تسقسيها تقولها كيفاش حتى طحتي اسكو سيتي ان اكسيدون فيولون زعما طيحه كبيره ولا زعما ان تروماتيز فيولون، تقول لك لا تقول لك طحت غير من الكرسي ولا طحت كنت واقفه طحت اب تشوف باللي كاين عندها كسر اونيفو في المرفق اونيفو دو بواني صدر في المرفق ولا في الحوضه تاعها، ثم كي تروح دير لا راديو تاعها تكونفيرمي تشوف باللي العظم تاعها راهو هش. عندما تكون العظام هشه ما فيش الم في المفاصل ولا عادي ما في حتى اعراض فقط بالكسور يعني مشكل صح؟ سي بوغ سا يسموها الي سيلونسيوز، يكون كاين دي دولور بصح يكونوا سي دي دولور سون با ايغو محتمله جور تقول لك بالك تخضعني ريح بالك درت فوجاست بالك تعب بالك تقول لك تاع الكبر
دونك هي ما ديرهاش في بالها. جينيرالمون لي فام كينديروا لانتيروغاتوار معاهم ونبداو نشخصوا فيها ومنه كيفاش حتى تقول لك كانوا عندي ستار بصح ما انا قلت بالك حاجه تاع الكبار وجاتني هكاك درت لها فرماده زلت شويه بصح هي راهي كاينه حاجه راهي كما يقولوا في الشرق الاوسط راهي تاكل في العظم من الداخل راهي تنخر في العظم. اذا لابد الواحد ما يستهزاش لابد انه عندما يكون في اعراض يروح يشوف الطبيب. طيب تحدثنا على الاعراض قلنا ما فيش اعراض اوليه عندما نتحدثوا على العلاج بدايه جاتني فكره يعني فيما يخص سؤال اخر قبل ما نتحدثوا على العلاج وشنو اعضاء في جسم الانسان من الهيكل العظمي اللي تكون اكثر عرضه للكسور بما انه عندنا ممكن اماكن اللي تشد الجسم في وشنو اعضاء العمود الفقري الحوض اللي يتعرض اكثر للكسور. كاين عندنا تروا شابيتر اللي هما في المرتبه الاولى الكسر او نيفو دو بواني في المرفق وهذه 70% من تاع الامهات تاعنا كي تفوت 60 سنه يكون عندهم كسر في المرفق. في المرتبه في ميم دون لو ميم شابيت عندنا الكسر في لوكور في مورال ولا بيرتو كونتيريان دونك تكون في الحوض وهذه تسرب بزاف. وعندنا ثاني لي فراكتور فيرتيبرال سيتادير في الهيك في الهيكل العظمي في العمود الفقري في العمود الفقري هي ماشي كسر هي سي اون فيزيون سيتادير الطبقات تبدا تحبط على وقتها سي اون فيزيون نقدروا نقولوا باش يفهمونا قاعدين ذوبان الفقرات. لهذا الانسان يتقوص ويقصر مع كبر السن نشوفوا انه واحد كان طويل شي يوم بعد يبدا يتقوص ويقصر صح؟ اكزاكتومون دوك نقولوا ان نهضروا عليها كلينيكمون كيفاش نقدروا نحدوا هذا المرض اسكو عنده اوستيوبوروز ولا لا. نعم دونك نكملوا تاع لي فراكتور عندنا في لو دوزيام شابيتر كاين لي فراكتور تاع لي فراكتور تاع لي كوت سيتادير ينكسر تقول لك كاين شي حالات شفناهم بلي كي تقول لك سعلت فور حتى تكسرت لها فقره من تاع من القفص الصدري. وعندنا ثاني يقدر يكون ثاني او نيفو دو ليبول كسر في الكتف يعني في الكتف طيحه خفيفه حتى تتكسر في الكتف ونشوفوها بزاف هذه وبين اين الحوادث الكثيره اللي تعرضوها كبار السن هو الكسور في الحوض اللي عندها مشاكل كبيره وحتى في بعض الحالات نروحوا في العلاج للجراحه. نتحدثوا على العلاج اكثر يعني في بعض الحالات نروحوا للجراحه ويعني حتى نركبوا دي بروتيز او دعامات للعظم ما يقدرش حتى يبرى تلقائيا. اكزاكتومون عندنا في لافراكتور تاع البوني تاع المرفق نديروا لها كي تكون اون دام كي ديباس 60 طون ونيفيتو لو تريتمون شيروجيكال نيفيتو العمليه الجراحيه ونيفيتو لي بروش ايتو دونك نديروا لها جوست ان بلاط تقعد ب 45 يوم وما كتريح بلا ريديكاسيون ايتو دونك بصح المشكل الكبير قاعدين تاع المسنين هي الفراكتور تاع كي تكون في الحوض باسكو 99.99% عمليه جراحيه اللي هي بروتيز ايتو دونك من بعد كيفاش توقف منا ولا ريديكاسيون ومن بعد كتبدا الحياه تاعها تبدا تتماطل تولي من الفراش ما تزغرش تولي عندها لا ريديكاسيون تولي هكذايا تشوفي لي كونسيكونس باللي من بعد راح تكون مضره بزاف. الشيء جميل في هذا المرض صح انه صامت وانه ممكن يكون ما عندوش اعراض ولكن على الاقل عندنا وقايه منه. نتحدثوا على الوقايه بالتفصيل لانه هذا هو هدفنا لنهار اليوم. نبداو باول نقطه واش قلنا فيما يخص الوقايه من مرض هشاشه العظام. هو سي فغي كو هو لو بيت تاعنا تاع ليميسيون تاع اليوم سيكو لو بيت باش نيفيتيو لوستيوبوروز باش نيفيتيو هشاشه العظام وباش نيفيتيو لي كونسيكونس النتائج تاعها هشاشه العظام الون تيرم يسمى في الكبار. عندنا لا بروميير دي شوز لو تريتمون بريفونتيف العلاج الوقائي الوقائي اول حاجه واول حاجه وننصح بها الامهات تاعنا كي بداو يديباسيو لي كارونتان سيميا الرياضه الرياضه بمرتبه اولى الرياضه باش تكون عندها اللياقه البدنيه باش يكون عندها اون فورس ميسكولير سيتادير تكون دائما عضلات قويه في الحركه بركه كما يقولوا في الحركه بركه صح دونك كي تولي طايح تكون كاين ان ميسكل ريجيد اللي يشدها اول حاجه واهم حاجه سبيا الرياضه لا دوزيام دي شوز سي ليجين اليمونتير الغذاء نعم. سي ليجين اليمونتير كيما يقول لك المثل يقول لك باللي الماكله تاع ال 15 سنه
هي اللي توقفك في 35 والماكلة تاع 35 و40 سنة هي اللي تصيبها في 60 وفي 65 سنة تيفوا. ما هي الأغذية اللي ممكن تفيدنا في هذه الحالة؟ جميع أغذية صحية انا نوجه الامهات تاعنا باللي هذيك هي هذيك هي هذيك هي الصح. الخضر والفواكه. الخضر والفواكه تكون ماكله صحيه، ماكله صحيه اللي فيها الكالسيوم، اللي فيها الفوسفور، اللي فيها البوتاسيوم، اللي نقدروا نصيبوا فيها بليزيور فيتامين. مثلا نعطوا امثله فقط. بيان سور نعطوا امثله، عندنا ما عدا الخضر والفواكه عندنا البيض، عندنا التفاح، عندنا الأسماك، السلمون، هذوما اللي نصيبوا فيهم، هذوما اللي فيتامين اللي يقويوا البنية. تنصح بعض النساء ممكن ابتداء من الأربعينات ياخذوا فيتامين دي؟ ننصح الأمهات تاعنا وأخواتي كون ال دي باس 40 ال دو كونسلتي عند لو جينيكولوج تاعها. لازم دير ان بيلون، لازم تشوف اسكو عندها نقص في الفيتامين دي، عندها نقص في الكالسيوم، عندها نقائص في الفيتامينات، وما كان لو ميديسان هو اللي يعرف شحال يمد لها. ما تديش هكاك لوطو ميديكاسيون تاعها ولا تشربها، ما تاخذوش ادويه من دون استشاره الطبيب. اذا هذا فيما يخص الوقايه، ويقولوا دائما ان الوقايه خير من العلاج، تشخيص المرض في بدايته مهم جدا. نشكرك دكتور على حضورك على كلها، احنا مقيدين بالوقت للاسف، ولكن قدمنا اهم شيء في فقرتنا لنهار اليوم. ان شاء الله كل السيدات اللي يتابعوا فينا كانوا استفادوا فيما يخص هشاشه العظام. نقول لكم نهايه الفقره، نلتقي في اعداد اخرى بحول الله، والان اعيد الكلمه لزميلتي حبيبه. شكرا لك زميلتي حياه مخطوف، وشكرا لضيفك الكريم دكتور عبد الرؤوف معزوزي، ياك ما غلطش. اسوأ. الله يبارك، مرحبا بك معنا في كل وقت، وان شاء الله يا رب المشاهد الكريم يعاود يتلاقى بك حياه غدا بحول الله في ركن اسرتي، اما اوفياء ركن امومه وطفوله حتى نهار السبت ان شاء الله بموضوع جديد. هدية منا ليك انت حياة ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين هذه الاستراحة الغنائية، ونعود نقولوا بعدها.
صوت دافئ الله يبارك ما شاء الله. شكرا لك داليا، شكرا لك فتيحة على هذه الاستراحة الغنائية اللي أكيد المشاهد الكريم استمتع بها كما استمتع بها سيد علي بالكبير لو حضر معنا هذا الصباح. صباح الخير سيد علي. صباح النور، صباح الخير لكل المشاهدين. عشرك لاباس؟ الحمد لله سيد علي، كيف حوالك؟ صافا. أغنية جميلة، شتي التراث تاعنا شحال غني. الله يبارك، يعني ما شاء الله، وشابة هكاك يعني غير صغيرة، يعني ما شاء الله صوت جميل وتراث، يعني كي تشوف الشباب مع التراث التقليدي والعصري يعطينا مزج جميل. من جمال الصوت نروحوا لجمال الديكور والأناقة والجمال الداخلي. واليوم راح نواصلوا مع الانماط اللي قلت انها هي سلسله من الانماط. دائما غابيل، يعني دائما نشوف لا راكي تشفي. خدمنا ولا عملنا على النمط الاسكندنافي، عملنا بعدين النمط الكلاسيكي لو باروك، عملنا من بعد الصناعي الاندستريال، الامس كان مع النمط الريفي ولا لا كومبان، واليوم اليوم راح نروحوا لواحد النمط اللي هو يقولوا له النمط اللا حدودي، ما عندوش حدود، ما عندوش قواعد وما عندوش احكام تحكمه، هو نمط تاع الحريه. سي لو بوام، لو بوام اللي هي كلمه فرنسيه تطلق على الناس الغجر اللي يكونوا يسافروا، وتطلق ايضا على اللي عندهم ان مود دو في اللي يعيشوا دو جور وجور، مثلا الفنانين اللي كانوا يسكنوا في مساحات تاعهم ولا في ديور تاعهم وما عندهمش نمط يتقيدوا به، على بالك انه الفنان ما يتقيدش. دونك et fait un mélange de couleurs, un mélange de matériaux, l'alouan, tout ce qui est artistique. هما من عاداتهم الغجر ولا انهم رحاله. صح. ما يستقروش في مكان معين، يعني دائما من مكان لمكان، على ذاك نقولوا انه هذا في حريه. Exactement. ماشي مقيد، في عشوائيه. صح. ربما. دونك سي بور سا التصق مع لو مود دو في، قلت لكم بعض الفنانين كاين اللي خداو هاد ديزابارتمون تاعهم ويديرهم بطريقه شغل ما كانش ستيل مقيد. تقول لهم ثاني لي بوهيميا. دونك البوهيم او ستايل البوهيمي هو اللي راح نشوفوه اليوم ان شاء الله في هذه الرحله عبر الصور، وقلت انه هو غني وثري بالالوان. صح. غني بال حتى بالمواد، بالمواد خاصه الطبيعيه، عندنا لي فور ديزاين تاع الحيوانات، الجلود تاعها، عندنا الالوان، عندنا لو تافي هنايا باغ اكزومبل ان سالون ان سيجور تاع ستايل البوهيم ولا البوهيميان، يعني قلت هو ستيل ما عندوش خصائص وما عندوش مميزات، ماشي كما اللي شفناهم من قبل اللي كنت نقول هادو الوان خاصين هذا النمط ولا هذا كيش يقولوا لهم يا ربي لو موبيليي، اكسسوارات واثاث خاصين بهذا النمط. هنا راه المجال راه مفتوح. صح. ورانا نشوفوا، يعني شوف القماش حاضر، الخشب حاضر، الفرو حاضر، يعني في مزج بين الاقمشه بين مختلف المواد. لو فيت اللي تدخل في هذا لو ستيل هذا كيكون في مساحه تحس انه راك تسافر ديجا. والله صح. لانه فوالا تسافر بين الماضي ولا بين البلايص اللي راحوا، وتحس بهذيك الحريه. سبحان الله. يعني نشوف، يعني تحس باللي ما نشوفوا صور اخرى ممكن تزيد تعطينا اكثر وضوح على لو ستيل. الصور المواليه اذا كان ممكن شوفوا صوره ممكن. راح شوقتينا احلام. راح تبين انه لو ستيل كما قلت البوهيمي هو ستيل ماشي متقيد بالوان، دونك بوكو دو كولور، نصيبو ميم لي ماتيريو، نصيبو الصوف، نصيبو لو ماكرامي، نصيبو لو لوزيي، نصيبو دونك هو متفتح. وثاني تيحب الاضواء، يحب الاناره الطبيعيه، دونك لي غروند بي فيتري، لانه هو كما يقول كما قلت لك تاع الغجر اللي كانوا يمشيو من منطقه لمنطقه. صح. دونك راهم عندهم علاقة وطيدة مع الطبيعة. فوالا. في صور أحلام؟ ممكن. فوالا مثلا هذه سي 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 شومبر بوهيميان، واحد الوقت إلا تشفي في هذيك لا توندونس كان هذاك لو تيسيو تاعهم اللي كان فيه بزاف لو بوتش وورك ولا كان فيه بزاف ألوان إلا تشفي، خرج واحد الوقت توندونس مع اللي فيه. مع اللي في مكسيك تاع واحد الوقت شفاي دونك يا في لا توندونس. دونك يرحب شوفي بالخشب حتى بالنباتات لداخل. الصور المواليه اذا امكن راح تزيد تبين لنا اكثر ولا دير لنا السفره. فوالا هنا سي توجور لو بوهيميان، تحسي كما قلت انه فيه طلاقه في الافكار وفيه طلاقه. شوفوا النبات ولا نبات التزييني ولا الداخلي دائما حاضر، يعني شوف كل صوره رانا نشوفوا مجموعه كبيره. بس على اساس كما قلت لك هما من الاول كانوا ينتقلوا في الطبيعه، دونك من الصحاري ولا هنايا نسيو هنايا اوسي سا سوجيغ ولا تفكرنا بالافراح ولا بليفات. نشوفوا توجور لا غيرلاند تانيت مع العشيه يشعلوها في لو ستيل بوهيميان. هو ستايل كما قلت
يعطي الفرحة، يعطي إحساس أنك راك تسافر. عندي فقط ليك سؤال عفوا سيدي علي. سيدي علي، هذا النمط البوهيمي كما راك تفضل وتقول، الأنماط الأخرى اللي شفناها أنه كاين أتات خاص بها، صح، أريكا خاصة نقولوا، هذه خاصة بالنمط الكلاسيكي ولا تبان. لكن أنا واش شفت أنه النمط البوهيمي ما عندوش أتات، عنده أكسسوارات أكثر من الأتات. exactly. يعني هما الأكسسوارات هو اللي يقول لك هذا نمط بوهيمي ماهوش نمط آخر. يعطيك الصحة. بالنسبة للأتات هما يديروا المزج اللي تعجبهم يجيبوها يحطوها. ممكن نقدرنا نوصله في الصور، لأنه البوهيمي بعد هذه الصورة البوهيمي عاود ولا دخلت له شويه الشياكه، وين ولا يتسمى النطق ستيل ولا مستنبط منه، هو لو بوهيم شيك. لو بوهيم شيك اللي هم يستعملوه دوك اكثر في ديورنا، هو يستعمل بوكو بلوس لي كولور، نحاول لي كولور هذوما بزاف طابونت، وخلاو الابيض ولي كولور شويه ديك. هنا ما كاش الوان يعني هذيك. اكزاكتومون، رانا نمشي ولا قدرنا نشوف الصور لا امكن، راح تبين لنا انه البوهيم شيك هو لي الى ادوبتي وتبنى هذا الستايل، لكن نقصوا شويه في الالوان في لاشارج، ممكن لانه بالك حتعطينا شويه حاجز للضوء، بالك باسكو دوك لي زيسباس راهم يصغار، وكيما قلت دو بلوس اون بلوس انا نسكن في لي زيسباس صغار، دونك نقدر ندير لو ستايل بوهيمي، نقصوا شويه في الالوان باش ما يكونش ضغط، ما تكونش ما يكونش حشد يعني في اكزاكتومون من حيث الالوان، وداروها في السامبل ولا في الابيض في الالوان البيضاء. بالنسبه نزيدو نشوفوا صوره اخرى لو بوهيميا هنا ثاني، هنا كي تكون سهره في وسط الدار ولا برا ولا، لو ستيل بوهيميا هذايا مع الالوان الساخنه دائما اللي نستعملها هنا توجور لنا لو ستيل بوهيميا. الصور المواليه ما تحسش سيدي علي، خاصه كي شفت هذه الصوره اللي قبل هذه، ما تحسش انه نوعا ما قريب من يعني النمط ديالنا العربي كي نشوفوا هذوك لي بوف يعني في الخر ولا حتى السجاده، تحسوا شويه يعني قريب لينا. باسكو الاتنيك والاتنيك راح نشوفوه مرات المقبله، الاتنيك هو خاص بجماعه او بقبيله او ب سادير ان غرو ان روغروبمون دو بيرسون، سادير جماعه او قبيله، هذاك اللي خاص بهم، وهذوما مادام كانوا يرحلوا كاين تاريخ دايوغ ميم لو اتنيك بربر يدخل هنا فيه حاجات بزاف. شوفي هذوك باغ اكزومبل لاصقين في الحيط هذوك لي باني ولا كامل اللي ولاو في الديكور دوكا، افون كانوا يستعملوهم تتخيز حط فيها حاجه ماكله ولا الخبز ولا دوك ولاو دي باني يتلصقوا في الحيط، ولا طوندونس تاع لو بوهيميا اللي يعطينا جو السفر وجو ساخن، لانه علاش ساخن؟ لانه فيه لي ماتيريو تاعو كامل ولي ماتيير طبيعيه كما قلت، فراوات الجلد من والخشب ايتترا. هذه الاتراب فيغ الاتراب غيف محكمة الأحلام، دونك هادية تاني تتحهم كانوا يؤمنوهما بها، ممكن عندها بعد مراهب هذه في عاداتهم وطقوسهم. اكزاكتومون، والتي هي دوكا سيتون سان ارتيكل دو ديكوراسيون اللي ولا دوكا تاني توندونس نشوفوها في لي بورت كلين نشوفوها، دونك اللي يحب يحقق لو ستيل بوهيميا هادي هي تعطي رابيل هذاك لو ستيل بوهيم. فوالا هنايا فوالا تاع هادي سيتون بلانش توندونس تاع لو بوهيم شيك، كيما قلت نقصوا شويه الالوان، نقصوا الضغط ولا شارج من حيث الالوان ايضا ولحيث الاثاث، وداروه لو بوهيم شيك اللي خلاوه شويه واسع. ممكن الصوره المواليه راح تعطينا انا نفضل الالوان محيط فوالا هنايا شويه خفيف ظريف يوالم الانسان العصري، ممكن كاين اللي يقول لك انا بزاف الالوان هادو غموني، سا ديبون تاني المزاج وسا ديبون الشخصيات، هنايا يمشي مع العصر، صادير هنايا اون كومبيني سي بور سا سموه بوهيم شيك، دونك لو كونتومبورين مع لو بوهيم عطانا هاد التوشات الحديثة. سجادة رائعة فوالا سجادة تقدر تكون انيني مونفار مثلا في السجادة ولا انتابل ولا هادوك لي حاجات هكذا توشيو برك اللي تبين لنا بلي لو ستيل بوهيم. هي مليح دائما الانماط هذه اللي شفناها لحد الان مع سيدي علي بالكبير. احنا هنا رانا في الجزائر، يعني قبل ما كل شيء هو بلد عربي واسلامي، منيح انه يكون عندنا واحد ميول انه يدير نمط معين داخل البيت ديالو، لكن ابدا ما يتناساش عاداتنا احنا وتقاليدنا وتراثنا احنا. احنا خلينا نخلقوا نمط خاص بينا حتى ونميلوا للنمط العصري ولا شويه الكلاسيكي، يعني ما راهوش تاعنا تاع الغرب، لكن ندخلوا شويه من الديكور الخاص بنا. اكيد انا دائما حث على هذا، تعرفيني انه دائما نقولهم مالغري نو باسكو دي زارتيكل، احنا لو بوت تاع هذه السلسله تاع الانماط الناس تروح تشري دي زارتيكل ما يعرفوش الاصل تاعها ولا وين يحطوها، صح، دونك دي زارتيكل محطوطين في لو مارشي والمواطن الجزائري راني يشوفها ويقتنيه بحكم التجارب تاعي مع لي كليون اي تو، راهم يشريو هذوما على الاقل يعرفوهم ويعرفوا وين يحطوهم. والثاني كما قلتي الاصل تاعنا والثقافه تاعنا. أكيد.
شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا كي قلت الأصل والثقافة، أنا راح ننقلك ونقل المشاهد الكريم إلى مركز الثقافة، واحدة من مراكز الثقافة في الجزائر. نروح للشرق الجزائري لقسنطينة، مدينة الجسور المعلقة، مدينة الهوى والثقافة في هذه البطاقة الفنية، وبعدها مباشرة نستقبل الزميل ياسين وتخديجات في ركن تحويسة. قسنطينة مدينة العلم والعلماء، بها العديد من المعالم التاريخية، حيث تعرف إقبال كبير للسياح من داخل وخارج الوطن. معروفة بجسورها المعلقة التي تزين المدينة، بالإضافة إلى الآثار التي تبقى شاهدة على الزمن الماضي. الصناعة التقليدية لها نصيب في قسنطينة، منها صناعة النحاس وحلوى الجوزية والعديد من الحلويات والصناعات التقليدية التي لا زالت تحافظ على أصالتها وعراقتها. مدينة قسنطينة من أجمل المناطق السياحية، والزائر إليها يتمتع بعبق التاريخ، الحضارة والمناظر الجميلة. إذن تحويستنا ما زالت متواصلة، نبقوا دائما في الشرق الجزائري من قسنطينة إلى ولاية سطيف، وبالذات مدينة جميلة الأثرية، هذه التحفة الفنية من تاريخ الرومان في الجزائر. ياسين وتخديجات، صوت وصورة هذه المرة في ركن تحويسة بعد الفاصل. صباح الخير ياسين. صباح الخير حبيبة، مشاهدينا في كل مكان صباحكم سعيد، أهلا بكم في عدد جديد من ركن تحويسة. نبقى دائما في الشرق الجزائري، وهذه المرة بالضبط إلى ولاية سطيف العالي ومنطقة جميلة التاريخية الأثرية التي تبعد عن ولاية سطيف بخمسين كيلومتر وتعلو عن سطح البحر بتسعمائة متر. منطقة أثرية تاريخية فيها عبق الماضي والحضارة الرومانية، وهي مدرج روماني تعاقبت عليها العديد من الحضارات التاريخية اللي نشوفها دائما في كل زاوية من زواياها، تحكي الماضي وتحكي التاريخ والحضارة الرومانية. مشاهدينا الكرام، نروح نتابع الروبورتاج الخاص بمنطقة جميلة الأثرية وبهذه المنطقة لخمسين بالمئة غابات جميلة واخضرار طبيعي على مدى العام. نتابع الروبورتاج ثم نعود.
بدأت في أواخر القرن الأول، حيث بنيت المدينة الأثرية على ضفاف منطقة عريقة قطنها الإنسان منذ ما قبل التاريخ. رائعة، عدنا بكم إلى الزمن الغابر. وما زادها جمالا هو المناخ اللي كان مناخ شتوي، يعني الله يبارك زاد لها مع الطبيعة العذراء، طبيعة الاخضرار الدائم في هذا المنطقة اللي باردة في فصل الشتاء وحارة في فصل الصيف، ومعظم هذه المناطق هي منطقة جبلية وغابية كانت تزرع فيها الحبوب وأشجار الزيتون. صنفتها منظمة اليونسكو سنة 1982 كتراث عالمي، وهذا الشيء الجميل. فيها العديد من الآثار، من بين الآثار اللي فيها هي الحمامات اللي فيها 12 رواق، وأيضا فيها رواق فيها حوضين وحوض آخر ينتهي بأعمدة. يوجد أيضا بهذه المنطقة الأثرية العديد من الآثار، منها حصن الفروم. حصن الفروم هذا الحصن اللي كان في القرن الثاني والقرن الثالث ميلادي للسياسة في هذا الوقت. ثم هناك أيضا الدكاكين اللي فيها في هذه المنطقة. هذا الدكاكين اللي ما زالت إلى يومنا هذا تشهد على المنطقة التراثية. أيضا فيها ساحتين، ساحة هي ساحة الجنوب وساحة أخرى. في الآثار الأخرى الموجودة في كما نشوفه في الصور آثار جميلة جدا، هي أيضا بمنطقة جميلة متحف. هذا المتحف يضم العديد من المعالم الأثرية والتاريخية، منها ضريح باخوس، بالإضافة إلى ذلك المباني العمرانية التي زادت المنطقة جمالا بطابعها ونمطها المعماري الراقي. جميلة أيضا لتنظم فيها في كل سنة مهرجان جميلة في هذا المسرح ليضم 3000 مقعد. هذا المكان الجميل ليتنافس العديد من الفنانين في التقاط الصور وبعثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بولاية سطيف وبالضبط هذه المنطقة الجميلة. مهرجان جميلة ليقام أيضا فيه العديد من الفنانين الجزائريين والعرب لزوره في كل سنة من أجل التعريف بالموروث الثقافي الجزائري.
هذه المنطقة أيضا الزوار يجوها من كل صوب وحدبة من أجل التعريف بمكنونات هذه المنطقة. وهناك دائما مرشد سياحي في المكان للتعريف بالجانب التاريخي والآثار لازالت شاهدة إلى يومنا هذا في ولاية الصيف وبالضبط منطقة أجميلة. شفنا هذا المكان الرائع حبيبة، بلادنا فيها مكنونات تاريخية في كل منطقة من ولايات الوطن. راح نشوف تنوع وآثار مناخ وأيضا طبيعة خلابة، بالإضافة إلى أجمل الشواطئ في بلادنا، وصحراءنا أيضا تعد من بين أجمل صحاري العالم. شعار ياسين وشعارنا زوروا بلادنا، بلادنا شابة. ودائما نقول لكم الجزائر روعة وقارة من جمال بلادي. نحييكم ونقول لكم تلقوا الأسبوع المقبل في ركن تحويسة وولاية أخرى إن شاء الله. يعطيك صحة ياسين على كل هذه الصور الجميلة وعلى هذه التفاصيل، ولابد لزوار هذه المدينة الأثرية أن يقفوا بذهول واستمتاع لتاريخ هذه المدينة اللي كما قال زميلنا ياسين تعود للقرن الأول للحضارة الرومانية في الجزائر. وكل من زار المدينة إلا وأعجب بها وأعجب بالتصميم العمراني لهذه التحفة الفنية. منطقة جميلة، لكن في الأيام المقبلة إن شاء الله نأخذهم إلى ولاية الصيف ونعرفوهم بعادات وتقاليد وتراث وكل ما هو سياحة جميلة في هذه المنطقة. تحية لك أحلام صحراوي. ماشي غير شيخ المحروسة شيخ المحروسة وعدك الجمعة المقبل راح يتكلم على الصيف العالي، وهذه المرة السبت المقبل أو وعدك ياسين تشبعي الصيف. شكرا لك ياسين، نتلاقاو الاسبوع القادم بحول الله. ان شاء الله يا رب نوصلوا مع اركان البرنامج ركن جمالك مع الزميله الهام بنوم الشيره. موضوعها اليوم كيفيه رسم العين، شوفوا معنا. الكحل السائل من أساسيات المكياج الذي لا يمكن للمرأة الاستغناء عنه، سواء في المكياج الصباحي أو المسائي، خاصة إذا أرادت أن تبرز العيون وتمنحها مظهرا ساحرا. نختاروها على حسب الفورم تاع العين، كاين العين الكبيرة وكاين العين الصغيرة وكاين اللي عندهم لابوبيغ تاعهم طايحة. ولازم نديرو باغزومب كي تكون العين كبيرة بون نقدروا نكحلوا من الفوق من التحت ونديروا لاينر، مي كي تكون العين صغيره دو بريفيرونس ما نكحلوهاش باسكو علاه ضيق العين. لازم نديروا نقولوا لا موتي تاع العين باش تبان نكبروها. لا بلوبار دو كارام يديروا الخشين، هي اللي راهي تري على مود، مي جو بريفير انا لا كليونت دير حاجه اللي تواتيها ماشي الحاجه اللي راهي تري على مود وما تخرجش عليها. لكل شكل عين رسمه تناسبها، خاصة العين المبطنة والتي إذا لم نختار رسمة مناسبة للكحل قد تبدو صغيرة. لا بوبيير كي تكون حابطة دو بريفيرونس نديرو لا موتي تاع العين، علاه باش تبان لنا غير منها، باسكو لا بوبيير هذه كي تكون حاطة حتغطي لنا. لازم نعرفو كيفاش الماكياج دو بريفيرونس لا كليونت تروح لي فارا بوبيير، لازم تخير لي كولور لي باش تبان العين تمدها اون فالور. كاين بزاف لي يقول لك واش هو على مود لي لازم نديرو طوندونس نديرو، مي انا نعطي لها رايي ونقول لها باللي هاد الحاجه جو بريفير ما ديرهاش باسكو ما حاش تخرج عليك. مي كاين اللي يحبوا ياخذوا الراي ويقول لك معليش ندير واش انا واش انت واش انت تعطي لهم رايك، وكاين اللي ما يقبلوش. تقنيات تسهل على السيده رسم الكحل السائل وتعلمه خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. جو بريفير كي تكون وحده ما تعرفش جو بريفير دير اكسسوار الفطر ولا كريون نوار، باسكو باغ اكزومبل كي دير لاباط ولا كيما لي بروفيسيونال يخدموا بلاباط ما تنحاش ما تقدرش تعاودها تنجق كاع عينها، مي باغ كونت كي ديري الفطر يتنحى تمتم. كاين يتباعوا دي باتش نديروهم نديرو بهم مام هذيك تعطينا نقدروا نفصلوا لاينر بيان، سينو لي ما عندهاش تقدر دير سكوتش شايط لاصق تقدر ديرو تقدر تماكيي به. المكياج يبرز الملامح الوجه
ويخفي عيوب البشرة. لذا يجب أن يكون مكياج خفيف وليس قناع، يخفي تميز وجمال الوجه. إذن إلى آخر ركن معنا حاضر في برنامج صباح الخير يا جزائر، ركن تشاهدون والزميلة سامية مزجري حاضرة معنا هذه الصبيحة. صباح الخير سامية. صباح الخير لكم ولجمال صباحكم حبيبة. شكرا. سعيدة أن ألقاك هذا اليوم. ونحن أسعد. طبعا سوف نتناول بالحديث عن القناة الإخبارية. تذكرين ويذكر المشاهد الكريم أنه في عز الأزمة، أزمة كورونا، كانت هناك أخبار مغلوطة، تداولت أخبار مغلوطة، أخبار عن صحة هذا الفيروس، كيف العدوى، كيف ينتقل هذا المرض، كان حتى في أخبار زادت من خوف المواطن، زادت من خوف المواطن. كان من الضروري، وكنت تعلمي كان احنا في المؤسسة العمومية وحتى في مؤسساتنا عبر الوطن ودوليا أيضا، من الناس ما عادش تشتغل بحكم الخوف، بحكم أيضا التزام طبعا الالتزام بالتدابير الوقائية وغيرها. كان لزاما ايضا ان يرى المسؤولين بوجود قناة إخبارية طبعا واكبت الأحداث ومستجدات ايضا بإحداث برنامج مفتوح، برامج توعية كوفيد 19، بإحضار ناس الاختصاص، بإحضار المعلومة الآنية بأخبار. جيتينا بموضوع طبعاً. وكان ذات مارس 2020 انطلاق القناة الإخبارية، هذه القناة التي هي عين على الحدث. و طبعا نشاهد بعض الفقرات من هذه البرامج ونعود إليكم إن شاء الله. مع إشراقة يوم جديد نحلق بأفكارك لنعدل مزاجك الصباحي ونرسم ابتسامة أمل. هذا الصباح نستمع إلى انشغالاتكم ونقولها لكم صوتا وصورة، تحقيقا للإعلام الجواري الهادف. نتقص الحقيقة بكل موضوعية ونناقشها مع ضيوفنا بكل مسؤول. برنامج ظهيرة، الحدث من عمق الجزائر. الجزائر مباشر، فضاء إخباري جديد على الإخبارية. الجزائر مباشر، عينك على الخبر. السلام عليكم، أهلا بكم في العدد الثاني من برنامج لقاء التلفزيون. مشاهدينا الكرام مساء الخير، سعيدة جدا بلقائكم مجددا في برنامجكم قسم. حلقة جديدة من برنامج اليوم الثامن. اليوم الثامن، شمس الجزائر لم تغب يوما عن فلسطين، لنتعرف كيف حافظ الفلسطينيون على العادات والتقاليد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الإخبارية تريندينج. مع ربورتاجات وتحقيقات ميدانية تساير الحدث الاقتصادي من خلال عدد اليوم من برنامج ستارت اب. نرحب بكم إلى الوثائقي. رصد لمجموعة من المواضيع الموصولة بالاستثمار الفلاحي. رجل ظل في عالم الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا. من واقعنا اخترنا أن نلقاكم خارج الأسوار. كل هذه الأجواء أحببنا أن نفتحها بتأني سلامة هذا العدد. مرحبا بكم في
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من المجلة الأسبوعية. استجاب المشرع في هذا القانون بشقيه لمكافحة. هذا الكتاب عرف في تاريخنا وفي باسم المرآة الإخبارية، عينك على الحق. إذن هي باقة متنوعة. طبعا باقة متنوعة، وبالإضافة إلى برامج الرياضة مثل اليوم سهرة اليوم الشوط الثالث في التاسعة، إلى جانب برامج لأنه الإخبارية ليس أخبار سياسية وغيرها، فيها برامج ثقافية، برامج اقتصادية، برامج اجتماعية، طبعا جاءت لتعزز المشهد السمعي البصري في الجزائر. وأيضا يجب أن ننوه ونذكر على أنه الأخبار آنية على مدار 24 ساعة طبعا، وما رسالة التغطيات الموجودة على مستوى المحلي لإبراز مناطق الظل، طبعا لإبراز أيضا صورة الجزائر الجميلة، وأيضا حتى دائما نقول أنها صورة وطن. بالإضافة أنه رسالة أيضا كانت نشرات إخبارية، فيها نشرات تهتم بالشأن الإفريقي وأيضا تواكب القضايا العادلة في العالم، طبعا مثل رسالة غزة لوسام أبو زيد. طبعا فالإخبارية قناة شاملة، هي مصدر للخبر، ونؤكد أنه ويجب أن نقف أنه القناة الإخبارية طبعا تعززت مؤخرا منذ أسبوع بالقناة الرقمية السيت ويب، طبعا لأنه قلت لك مصدر خبر موثوق وآني أيضا قلت لك نشرات إخبارية، كانت عندنا المجلة الإفريقية تنظر في قضايا الشأن الإفريقي والدولي، إن شاء الله تكون لها باع ومستقبل زاهر واعد. بالإضافة لا يفوتني أن أذكر بالمواعيد، هذا الصباح يوميا يأتيكم في الثامنة، الظهيرة يوميا الظهيرة يوميا ابتداء من الساعة الثالثة، الجزائر مباشر من الأحد إلى الأربعاء في الساعة 9:29، لقاء التلفزيون الخميس في 9:15، في الصميم الأحد في 6:50، برامج ثقافية على فنجان قهوة طبعا الخميس في 11:00 ليلا، البديل الاقتصادي والاقتصاد الأخضر كل أربعة في الساعة في 6:45 مرة كل 15 يوم. أيضا القطاع الثالث، هذا البرنامج الذي يهتم بالمجتمع المدني وبالجمعيات التي كان لها دور فعال في تعزيز وتسهيل الأمور الحياتية أثناء أزمة كورونا. طبعا ذكري واحد البرنامج أني صابرة. أوكي. طبعا القطاع الثالث كل جمعة في 5:30، اليوم الثامن أيضا هو برنامج يسلط الأضواء على الشأن المحلي والدولي كل السبت في 9:00، 24 ساعة وستارت أب طبعا كل 15 يوم أيضا في 7:15. هذا البرنامج تخطب، هذا البرنامج الذي يستقطب فعاليات الشباب في مجال المؤسسات الناشئة والمقاولاتية، وطبعا هناك مشاريع ناجحة نفخر بشبابنا. حتى احنا في برنامج صباح الخير عندنا ركن ستارتوب أكيد لأنه برامج التلفزيون الجزائري كل متكامل، حتى أنه مثلا هذا الصباح البرنامج في القناة الإخبارية برنامج برؤية مغايرة، ليس برنامج بفقرات منوعة، منها مثلا القراءة في الصحف، الصحف الآنية، الخبر العاجل. عندنا شريط أيضا يجب أن نذكر، هناك شريط إخباري منوع يعني متطور عفوا، فيها أخبار آنية، لأنه نحن القناة الإخبارية مصدر خبر، حتى أنه المشاهد وحتى
دوليا الناس تستقي الأخبار من هنا انطلاقا من الجزائر. وفي مواعيد أخرى؟ طبعا هناك برامج كثيرة، يعني حبيت نقول أنه مثلا شفنا برنامج المستهلك، شفنا التأمين المستهلك، لأنه هذه البرنامجين من مديرية الإنتاج ومن زملائنا أيضا. والجميل أنا قلت لك الجميل حبيبة أنه في عز الأزمة كنا نشتغل بتعداد يعني قلة قليلة، اللي كانت أمهات نساء عاملات وغيرها، صح. كان مجموعة زملاء القلة القليلة الموجودة في البرمجة في البرمجة وفي الإنتاج، كنا نتكامل ونتعاون من أجل صورة وطن جميل جدا. شكرا. ونتمنى إن شاء الله القناة الإخبارية القناة الإخبارية تكون رائدة في مجال الأخبار، وتكون إن شاء الله قناة دولية. وهذه أمنيتنا لكل قنوات التلفزيون الجزائري العمومي. يعطيك صحة سامي على حضورنا. لا شكر على واجب، طبعا دائما نحن في الخدمة، طبعا دائما أقولها دائما التزامنا فقط، نحن نلتزم بخدمة المشاهد وهو بوفائه إن شاء الله. شكرا حبيبة. يا رب يعطيك صحة سامي على الحضور معنا، نتلقوا بك الأسبوع القادم بحول الله. حتعرفينا على قناة من القنوات من باقة نحرق السر، يلا قناة المعرفة، الله يبارك. إذن موعدنا يوم السبت مع سامية مزجري في ركن تشاهدون وقناة المعرفة. بهذا نكون وصلنا إلى ختام برنامج صباح الخير يا جزائر. كنت سعيدة بخدمتكم رفقة فريقنا التقني والصحفي. نضربكم موعد الأسبوع القادم بحول الله، أيام جمعة وسبت. تلقوا